استاد يصل لمئة سنة كتواجد كنادي عريق يمتد عنده جذور كبيرة في فرع متعددة. اليوم ربما ذاكرة أنصار فريق استاد من معاقله الأسطورية هنا بحي العكاري بديور الجامع بيعقوب منصور، مئات من استحضر وجوه عديدة تحضر في هذه المقابلة، ربما حنين التاريخ يجر هنا لتتابع هذه المقابلة. سيرافقني زميلي محمد بن تركا، واحد من الأسماء القادمة في مجال التعليق سنأخذ بيده كما هي العادة لنواصل رحلة إيصال المعلومة بكل شيء ممكن لأوفياء القناة الأولى. سي محمد بن تركا مرحبا بك. شكرا زميلي عبد الحق شرات، كما قلت مباراة على صفيح ساخن في دور ربع النهائي، وإن كان فريق استاد المغربي ينتمي إلى قسم الهوات فهو وصل إلى دور الربع لمنازلة فريق وداد فاس الذي يمارس بالقسم الوطني الثاني. قبل الدخول في تفاصيل المباراة، استاد المغربي يدخل بالتشكيلة الآتي: في حراسة المرمى أيوب العسري، بقية اللاعبين كريم ستيتو، توفيق المسكيني، أيوب كلاف، محمد أمين زرقو، فاضل سليم، عبد الهادي بومرزي، كريم فرحون، حمزة شيبة، عبد الكريم الصوابي، أحلان المهدي، ومدرب الفريق توتا الحسين. فيما الفريق الضيف فريق وداد فاس يدخل بالأسماء الآتية: معاد شكاك، أنور إذن بعد عزف النشيد الوطني خالد تتم لتشكيلة فريق الوداد الفاسي. فريق وداد فاس إذن دخل بالأسماء الآتية: معاد شكاك، أنور ترخات، عمر الجراري، علي ضيوف، مامادو، محمد سولي، أشرف زغيول، ويليامس كوندو، حمزة حمياني، عز الدين بلا، حمزة أفصال، ويونس بودي، المدرب حسن أغني. يساعده الدولي السابق واللاعب الباري سابقا في الماس وفي الواف عمر حاسيف، الوقت مدرب فريق الاستاد توتا الحسين يقود هذه المقابله. مصطفى الكشاف، نضيف فقط اجنبيه فريق الواف هناك ويليامز الكوندو الكحمر رقم 27 من الكاميرون، والسنغالي ديوف مامادو يحمل رقم 8. قلت المقابله يتابع تقريبا 400 مناصر، من ضمنهم تقريبا 50 حتى 60 متفرج تحملوا مشاق السفر من فاس للرباط لمؤازرة فريق الوداد الرياضي الفاسي في هذه المقابلة. الواف أزاح أولمبيك تشيرا في دور الثمون في الوقت الخميسات، كانت ضحية ستاد في دور الثمون. اليوم الإمكانات يمكن نقول متكافئة في الوقت، مقابلة حارقة اليوم ببركان ما بين الفريق البرتقالي النهضة البركانية أمام دفاع الحسن الجديد، وغدا لقاءان مشتعلان الاول مركب رياضي محمد الخامس في الثامنه والنصف ما بين الوداد واولمبيك السافي. الوداد الذي تعافى وخرج من مرحله الفراغ التي لم تعمر طويلا، وفي الوقت مدينه جوزم ستشهد الحدث باستقبالها للفريق العالمي الرجاء في مقابله ربما ستدب فيها الفوارق. على عين رجع لهذه المقابله نظن بأنه اليوم حلم كبير لمناصر فريق استاد، واحد من أعرق فرق كرة القدم في الدوري المغربي على امتداد عقود. اليوم حلم كبير ليس فقط مناصر استاد ولمسؤول استاد، ولكن لكل مناصر ديال كرة القدم للهوات يحلمون بأن يذهب فريق استاد لأقصى درجة ممكنة. أكيد زميلي شرات، فريق استاد، تحدثت عن فريق استاد المغربي وسنعطي لكل فريق حقه خلال هذا التعليق المباشر لهذه المباراة، أولى مباريات دور الربع نهاية كأس العرش. فريق استاد
عبد الحق فاز ببطولة المغرب سنة 1928 31 و44. شراط انت كمعلق علقت على مجموعة ديال المباريات بالدوري المغربي والمنتخب الوطني، تستحضرك بعض الأسماء وبعض المباريات لهذا الفريق العريق فريق ستاد المغرب؟ صراحة نقول بأن الموسم القادم سيكمل الفريق 100 سنة من التواجد. الفريق عنده 3 ألقاب قبل استقلال الوطن في 28 و31 و44، ولكن الفريق من بعد ذلك ما ننساوش بأنه كان وصيف بطل في 1964 وراء فريق جيش ملكي. الفريق استأسد بعد استقلال الوطن في أول بطولة وطنية في 1956 حتى 68، أبدع وأطرب وترك لوحات تاريخية في الوقت اللي غينزل الفريق القسم الثاني في 1968، وغينتظر 32 سنة باش يرجع للقسم الاول في موسم 2001 2002. هذا التاريخ غادي نعطيو الشوط الاول بحكم ان فريق ستاد هو المستقبل. الشوط الاول غندخلوا نبشوا في الذاكره الرياضيه لهذا الفريق، والشوط الثاني غنعطيو الفريق الوداد الرياضي الفاسي لنكون في الوسط محايدين، لان الحق المعلومه ومناصفه ما بين مناصر فريق ستاد ومناصر فريق الوفد ومحبي كره القدم المغربي. انطلقت المقابلة البدايه ضرب البدايه لفريق ستاد. المقابله ستدور فوق هذه الارضيه المعشوشه الاصطناعية، الأرضية جميلة جدا، أشياء عديدة تغيرت في هذا الملعب، ملعب حمد شهود الذي يليق بقيمة فريق ستاد، الاعتبار هو قريب متاخم لملعب آخر أسطوري بالعاصمة هو ملعب فتح. الفتح، كلاهما كان مطربا. هذا الملعب تقريبا 10 ديال السنوات أصبح معشوشب في وقت لملعب حمد في ملعب فتح، تقريبا منذ 1976 اصبح ارضيه معشوشبه. في الوقت غنتظروا مقابله ربما قد تكون يمكن تغيب فيها الفرجه، لان الهدف لكلا الفريقين هو البحث وحتى تذكره المرور لدور نصف النهائي. اكيد مباريات كاس العرش تكون تكتيكيه، كره لفريق ستاد المغربي. هذا مرتد الفريق الوداد الرياضي الفاسي، تبطأ كثير. تدخل عمر الجراري، باس لاتيرال تمشي عبر الأطراف، خرجت بطبيعة الحال الوداد الرياضي بالنسبة لستاد عنده إمكانات مهمة، عنده فروع كثيرة. المنطق على الأقل يتواجد في القسم الوطني بطولة احترافية الثانية، ولما لا في القسم الأول؟ الاعتبار كان كيشكل إلى جين فرق الجيش الملكي والفتح واليوسفية الرباطية سابقا، أربعة فرق كبيرة هنا في العاصمة واللي كانت كتنشط كثير البطولة ديال القسم الوطني الأول والقسم الوطني الثاني. أكيد لأن فريق ستاد كان على مرمى حجر هذه سنتين من بلوغ القسم الوطني الثاني، ولكن ما تمكنش فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي، كان صعد ثم نزل، والسنة الفارطة كان صعد فريق من قسم الهوات، وكان فريق ستاد المغربي على مرمى حجر من أن يلعب بالقسم الوطني الثاني. وطبيعة الحال الفرق العريقة قد تمرض ولكنها لا تموت. بمناسبة تم خلق واحد ودادية قدماء اللاعبين، لاعبي السابقين لفريق ستاد المغربي واللي كان كيترأسها النجم السابق المرحوم الرئيس. الآن ينوب عنه الحسن رمضان، واحد أساطير كرة القدم بستاد بكره القدم ومتواجد الان زميلي عبد الحق يتابع مباراه ستاد المغربي وفريق وداد فاس. شاهدته قبل انطلاق المقابله ب 10 دقائق. الزمن لم يغير في الرجل شيئا. بمناسبه الكاتب العام لهذه الجمعيه، جمعيه قدماء اللاعبين، هو الزميل والصحفي النشيط بن سعيد اخوتير، الرجل الخدوم لكره القدم والرياضه في العاصمه وجه مالوف داخل الحقل الرياضي. في الوقت اللي نترقب بانتعاشة وتيرة المقابلة، الاعتبار وصل الدقة الرابعة 0 لمثله. الكرة في الوسط مشات عند كاميروني ويليام، مكوندو مستخلصة بشكل سريع. ستاد المؤكد لاعبو فريق ستاد يعني مستأنسين بهذه الأرضية هذه، يمكن يكون عندهم الامتياز في هذه المقابلة أمام فريق الوداد الرياضي الفاسي. وداد الرياضي الفاسي يستعان بخدمات حسن أغلي، كيساعد عمر حسي في الوقت اللي المدرب السابق للفريق عمر محمد مديحي مشى للجارة الماس، ويبسم على بداية مرعبة مع النمور الصفر للعاصمة العلمية. كرة من خط الوسط عند فاضل سليم، هذا لاعب ارتكاز في فريق ستاد، ينتمي لدولة البنين، لاعب ببنية جسمانية مهمة، لاعب سقاء في خط الوسط. تماس الفريق الوداد الرياضي الفاسي
يحقق نتائج تتأرجح بين السلبي والإيجاب مع انطلاق الموسم الكروي بالقسم الوطني الثاني. إذن زاوية الفريق الوداد الرياضي الفاسي وهي أول زاوية في هذه المقابلة. هناك في التنفيذ أشرف زغيول واحد من أصغر اللاعبين عملت واحد اثنين مع الظهير الأيمن عند حمزة أفضل. من جديد زاوية ثانية للواف ارتباك نسبي في هذه المقابلة ويتهاوى أحد لاعبي الصاد داخل المعترك ربما إصابته لا تدعو للقلق في وقت تتعالوا صيحات عشرات من مناصر فريق الواف في هذه المقابلة. زاوية فاسية في هذه المرة بواسطة لاعب حمزة أفضل. حمزة ينفذ ارتقاء وأخطأ الوجهة بطبيعة الحال سي محمد لما نتحدث على الصطاد وجوه كثيرة البعض منا فارقنا إلى دار البقاء والباقي لا زال حيا يرزق. إنما لما نقول صطاد كل الملاعب المغربية تتراقص للدين أو يتراقص للدين ثلاثي مرعب بكل ما تحمل المرعب الكلمة من معنى. المرحوم الرئيس عبد القادر اللي كان كحمل رقم 10 وباقتدار لاعب يعني يمكن نقول ما يتكررش لاعب إمكانات رهيبة كان قريب منه جناح سريع نفات عزوز وكان شهير بضربات المقص الشهر في ديك في هذه محاولة الفريق الوداد الرياضي الفاسي تتوغل ضربة خطأ. الحكم ليس هناك ضربة خطأ أو ضربة خطأ بالفعل قلت أتمم كان قريب منه جناح سريع هو عزوز كان شهير بضربات المقص الى جانب المرحوم قاسم سليماني الدولي السابق للفريق الوطني وشارك كاس العالم 2020 واللاعب السابق ديال النهضه الرياضيه الصطاديه. ونضيف رمضان هذا لاقى بين الاسم الحقيقي هو الحسن الرميلي هادو ثلاثه ديال هذا ثلاثي يقال هذا التالي الثاني اصعب او ارعب ثلاثي في كره القدم المغربيه بعد ثلاثي الوداد ديال الشتوكي وجماد وعبد السلام. اكيد عبد الحق انت تابعتي مباريات ديال هذا الثلاثي هذا في اواخر مشوارهم الرياضي في عز فريق صطاد في اواخر المجد ديال فريق صطاد المغرب منتصف 70 القرن الماضي. نذكر لقاء صطاد والنادي القنيطري في هذا الملعب هنا في ملعب مطرب وفي الملعب البلدي لقاءات تاريخيه وصطاد بقيت وفيه للونيها الشهيرين الاسود والاخضر. ضربه خطا خطيره هناك ويليام كوندو وحتى ضيوف مامادو قد تحمل الخطورة لفريق الواف صعبة 22 متر على الحارس أيوب العسري. كرة فاسية ضربة خطأ فاسية وتدخل الحارس يقظة كبيرة للحارس 30 سنة كونترول صحيح خرج كرة من مساحة ضيقة الواف تمتلك الكرة في الأداء وصطاد كوموندو صطاد يهاجم بعشرة يدافع بعشرة ديال اللاعبين. مباراة مهمة ومشوقة وقلت في لقاءات كأس العرش تدوب الفوارق الذي يشاهد هذه المقابلة وهي تصل الدقة الثامنة لا فرق بين الواف وصطاد وإن كان الواف في القسم الثاني والصطاد في بطولة الهوات. كرة فاسية تدخل دفاع الحكم يعطي الامتياز لفريق صطاد. حكم هذه المقابلة مصطفى الكشاف من عصبة الدار البيضاء ويساعده عصام ستار كمساعد أول ونور الدين أنبارو كمساعد ثاني حكام شباب. قلت بنتركا الفريق لما بدا الدوري المغربي في أول بطولة وطنية في 1950 ستار كان من الفرق النشيطة في كرة القدم المغربية قاوم طويلا ونزل القسم الثاني في 1968. تصور معي الفريق انتظر من 68 حتى 2001 2002 32 سنة باش يرجع للقسم. كرة فاسية الانطلاقة السريعة الحكم يعطي ضربة خطأ قلت الفريق صعد من جديد في 2001 2002 مع عزيز الوهابي كان لاعب ومدرب هو ابن الصطاد. انما الذي يعني لن ينساه انصار فريق الصطاد لما غادرهم النجم عبد القادر الرئيس 1972 غيمشي ليوسف الرباطي اللي غتصعد القسم الاول بعد مباراه تاريخيه في اخر دوره امام لايسا جمعيه السلاويه وكان الفريق السلاوي منتصر 1-0
ولا غيوقع هدف التعادل هو عبد القادر الرئيس المرحوم الرئيس بهذاك التعادل اليوسفي غتصعد القسم الوطني الاول يبقى تغصى في حلق الصادين. هذا هو حال كره القدم ما شاء الله الذاكره قويه بالحق كره فاسيه. هذا عمر الجراري ضغط خفيف اخطا الوجهه تاريخ نوستالجيا جميله جدا جميله جدا. هذا فقط الجيل الجديد هذه الاسماء البعض منا شاهدناه والبعض الاخر سمعنا عنه وقمنا بتحريات لنصل للصواب لانه التاريخ تعدد كونترول صحيح ارتقاء يقظه الاصطاد ابعاد كل الكره في الخط الامامي لمن اكثر حضور الان في الاداء هو فريق الواف الرياضي الفاسي اصطدام قوي اصطدام قوي ما بين اللاعبين ولكن فيما هناك الامور يعني لن تبارح ما هو مسموح به رياضيا. إذا قلت عبد القادر الرئيس مشى يلعب مع اليوسف اخر مشوار الرياضي وغيرجع للستار كمدرب هناك كذلك رمضان اللي غادي يمشي في موسم 73 الاتحاد مونيخ ميساد وغيلعب النهايه التاريخيه لكاس العرش بملعب المبيعات باكادير وغتنهزم الاتحاد مونيخ ميساد غادي ينهزم امام الفتح 3-2 طبعا ورائي عشرات من مناصري فريق الواف ربما نعرف بان الواف غادي نتحدث عليهم كثير في الجوله الثانيه غادي نخصوا الجوله الثانيه باكملها لفريق الوداد الرياضي الفاسي اللي عنده تاريخ وعنده اسماء وعنده معاقل بالعاصمه العلميه هذا اللي نكون في الوسط نحن في الوسط نحن مع كل جماهير الرياضيه كل فرق الرياضيه هذه مدة طويلة كنظن بنتركا ما كاينش هذا الحمام ما شاهدناش هذا الحماس ملعبش. أنا دائما أقول واحد المقولة هل تشاطرني الرأي الزميلي شرط أقول دائما في القسم الوطني الثاني قسم الهواة يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر هناك أجواء تتعم بطولة القسم الوطني الثاني وحتى قسم الهواة هناك مباريات تتكون فيها المتعة تتكون فيها الفرجة أحسن ما تنقولش أحسن ولكن ربما أحسن أحسن أفضل من القسم الأول بالقسم الوطني أو الدوري الاحترافي هناك حتى مدربين دازوا في فريق ستاد شراط احمد شهود اللي تسمى عليه الملعب ديال شهود فيغاس بن عطار كليزو الحاج العربي بن مبارك واسماء كبيره وكبيره مرت كمدربين رؤساء وكلاعبين لفريق ستاد المغربي بطبيعه الحال احمد شهود هو مؤسسين ديال فريق ستاد ولاعب سابق لستاد ولاعب اسمه سمي هذا الاسم فيغاس هذا مدرب يوغوسلافي سابقا مر بالستاد وفاز مع بلقب مع النادي القنيطري في موسم 73-74 كليزو أسطورة كرة قدم لفرق جيش ملكي ولكرة ولفرق وطني الأسطورة الحاج عربي بن مبارك المرحوم واحد من أساطير كرة قدم عالمية المرحوم عبد القادر الخميري داهية كرة قدم الرجل اللي انبثق من ضواحي المحمدية وصنع فريق غرائبي وفريق مثير للجدل في سبعينيات القرن الماضي فريق ديال عسيلة وفارس وعبد الإله والمجموعة الكبيرة المرحوم الراد الأشقاء الراد قمة فريق شباب الريف شباب المحمدية نضيف المرحوم محمد بلطام لاعب فريقنا القطر سابقا المحجوب التوتي مدرب كتر مروا من هذا المعقل الكروي لفريق الصاد اللي كما قلت الصاد تأكد من شيء واحد من تركا الصاد ولو تنزل القسم الوطني السابع يبقى عندها شعبية كبيرة وعندها تاريخية أكيد. فريق متجدر في الذاكرة الشعبية ويكفي باش نقول بأنه كينتمي لأحياء تاريخية بالعاصمة الرباط الرباط العكاري المحيط دور الشامة يعقوب المنصور يعني الفريق عنده شعبية كبيرة يمكن الفريق إلا مشى فاز في هذه المقابلة كل شيء واري يمكن يفوز طان يمكن يفوز الواف تأكدوا بأنه في نفس النهاية غادي يكون جمهور كبير عودة المناصرين غادي يبارحوا لمنازلهم ولو اشغالهم غيجيو يساندوا فريق ستاد الدليل الان وجوه كثيره كنعرف اكثر من 20 سنه تتحضر الان في المدرجات تؤتت الفضاء في مقابله اتمنى بان تكون منصفه للفريقين لمن تقرا الاجرس نطرح التساؤل تبعوا 90 دقيقه 90 دقيقه هي التي ستحسم في الامور بطبيعه الحال لاعبون كبار مروا من الفريق ابرزهم على الاطلاق عبد الله مالاغا اكيد الرجل اللي خلق العجب العجاب بفريق مالاغا الاسباني ولا زال الان يصنع امجاد هذا الفريق الاندلسي شقيق احمد الانطاكي الشامي بن جلو مؤسس الوداد كما قلت عزوز ورمضان والرئيس
الحارس الثوري هذا عنده هذه واحد الطرافه غادي نعاود للجمهور اللي ذكر الرياضيه وكنحضر كنستحضر موسم 78 99 بالملعب بلال القنيطره المرحوم محمد الصويري جاءه اللاعب مد فتاح وكان مهاجما حوله في ثلاثة شهور هذا الحارس فريق النادي القنيطري هو لاعب ابن الصاد محمد فتح المدن ولعب مشى كحارس ثالث مع الفريق الوطني في كأس العالم 86 دي محاولة وتدخل لدفاع فريق صطاد فريق الوداد الرياضي الفاسي ومن يهاجم خلال هذه الدقائق قلت هذا للاستئناس فقط محمد المدن فتح هنا افتقدنا المدربين من قيمة الخميري والصويري عندهم حس صور من مهاجم حولوا الحارس رسمي وغادي يفوز وغادي ينجح ويفوز بلقبين تاريخي من القطري وغادي ياخذ المكانه الثالثه ديالو بعد الحارس الدولي الزاكي وحميد وغيمشي في كاس العالم مع الفريق الوطني في المكسيكو يعني هنا اين نحن من هذه الطينه من المدربين عندهم لو فلير عندهم حاسه غير عاديه مع الاسف افتقدنا صحيح هناك الان جيل من مكون اكاديميا لكن كثير كيف تفقد الحس وديك الفراسه اللي يمكن تصنع من لاعب كما الدخان ترجع منه لاعب أعجوبة أو إن لم يكن أعجوبة يكون من طينة الكبار كرة فاسية الواف الأكثر تقدم الأكثر زحف ربما تجربة حاضرة أكيد. إنما إصرار غريب ومثير ينتاب لاعب فريق صطاد يحلم طويلا في هذه المقابلة أغني في بنك البدلاء بطبيعة الحال الفرق يمكن تستمر في التواجد الا بوجود رجالات تستحضروني اسم بن سالم كوار مرحوم بن سالم كوار الرجل الخدوم على امتداد 50 سنه فريق صطاد وبمناسبه درب زميلي حسن الحريري في بدايه الثمانينات القرن الماضي عندما كان في قسم كادي جونيور في فريق صطاد قبل ما يمشي لفريق القرن الفلاحي اتذكر كذلك الحجوجي واحد من الناس اللي ساهموا بكل كبيره وصغيره لتبقى صطاد نتذكر طبيعه الحال عمر السباعي عبد الله بن حسين محمد بن علي الموسوي الحاج التمري فتحي التهامي هادو اسماء تاريخ سيتحدث عنهم اكيد تشتغلوا بصمت اعطوا بسخاء بدون بهرجه صطاد طبيعه الحال يمكن الفريق يتدحرج بين الهوات والقسم الثاني انما الا كانت مسائي حميده وكان واحد العمل شاق متواصل انا احلم بان ارى صطاد في وقت من الاوقات القريبه تكون ضمن وفي هذا السياق زميلي الشراط ان الفريق تاسس في 1919 السنه المقبله سيكمل مئويه ذكرى المئويه ديال الفريق وبالتالي يراهن هذه السنه على الصعود الى القسم الوطني الثاني كهديه من فريق صطاد لمناصريه الكثر. انا ساتمم واقول هذه دعوه في هذا البث المباشر نادي ريال مرات اللي يمكن هذه مده طويله ما تبقاش فريق صطاد عنده التلفزيون اكيد هذه فرصه انا مأكد الاف من مناصري فريق صطاد في هذا الاثناء يتابعون المقابله نداء لهم عودوا لملعب محمد الشهود اعطيوا الدفء اللازم للاعبين اعطيوا احساس بان وراهم مناصرين الحضور وراء الشاشه ماشي الحضور في المدرجات اليوم كيف ما بغى يكون الحال تقريبا 1000 مناصر من صطاد وبضع عشرات من مناصر الواف يؤتتون فضاءات هذا الملعب ملعب حبة الشهود فصراحة الفرق كرة قدم هي الرياضة عموما كي كرة قدم بدون جمهور قلت وغنكرر مليون مرة اللاعب لما يدخل الملعب ويجدو فارغ أو فيه بضع عشرات تتنهار المعنويات في هذا الملعب أنا شفت لقاءات كثيرة في السبعينيات القرن الماضي والثمانينيات القرن الماضي ولو ما كانش غير ما كانش بهذ الحلة كان ملعب مطرب ما كانش بهذ الحلة إنما تأكد قبل أن تلقات المقابلة بساعة أو ساعتين كان كيكون على الآخر وفي الوقت اللي كانت مقابلات أخرى في نفس التوقيت مبرمجة في ملعب الفتح هنا حلاوة كرة القدم التي كانت تستقطب الآلاف من المناصرين هنا في العاصمة حتى التراجع اليوسفي للوراء فرق اليوسفية كان خلق واحد الرجه كبيره كرويه في السبعينيات الماضي الماضي مع المرحوم الركراكي الرجل ارتبط اسمه مع التالق الكبير ديال اليوسفية وقلت شكلات مع الصطاد والفتح والجيش الملكي رباعي كبير في الدوري المغربي لكرة القدم ضربة خطا لفريق الوداد الرياضي الفاسي علي ضيوف مامادو هو صاحب الاختصاص في الكرة الثابتة لفريق
الواف. فريق الواف يزحف حكم تجربة تيمرور وتدخل الدفاع جديدو ولكن بعيدة. ضغط خفيف يفرضه فريق الواف منذ بداية المقابلة. في الوقت للصطاد تمتص حماس لاعبي فريق الواف. الواف طبيعة الحال جولة ثانية سننبش في الذاكرة لهذا الفريق الذي يتواجد في الساحة الرياضية منذ 69 سنة الاعتبار تأسس سنة 1950 طبيعة الحال كثير من نجوم فريق الصطاد من نهاية مشوارهم الرياضي عرجوا على فرق أخرى كما قلت كرايس كغيرهم من اللاعبين ومن ضمنهم آخر متألقين المهاجم الحسن هدف كبير فرق الصطاد اللي مشى في 1983 وكان من ضمن الركائز اللي تنبنى عليهم أو انبنت عليهم من انطلاقة ديال فريق جمعية الحليب الفريق الذي أصبح يا حسرة في خبر كان الحسن لعب تقريبا 3 سنوات مع الحليب جمعية الحليب وكان من اللاعبين اللي عطاه واحد الدفعة كبيرة ومن بعد ذلك نعرف كاملا جميعا قصة كاملة للتألق لما انصهر بأسماء كبيرة وأعطى ما يمكن إعطائه من ألقاب لكرة القدم المغربية كرة فاسية تمشي للوسط هذا لاعب ويليامز كوندو تمشي لصانع الألعاب انطلاق عبر الأطراف هناك مراقبة لأشرف زغيول الواف البوزيسيون البال احتكار كرة الواف الأكثر الآن ينوع أسلوب اللعب كيعتمدوا كثير على التمريرات العرضية تدخل يقظ الكونترا في الوسط ارتباك نسبي ارتباك نسبي في صفوف فريق الصطاد في هذه الجولة الأولى أكيد فريق الصطاد إلى لاحظنا تشكيل زميل عبد الحق الشراط هما لاعبين باقيين شباب صغار السن بالفعل صغار السن تيوجدوا فريق ديال المستقبل قلت على أنه الآن يبني نفس الفريق بالعودة إلى القسم الوطني الثاني ومن ثم إعادة أمجاد هذا الفريق العريق اللي هو فريق الصطاد المغربي وكما قلت الجماهير مطالبة بتشجيع الفريق هنا في مباريات قسم الهوات وتتكون مباريات كبيرة وكبيرة فيها متعة فيها فرجة وفيها أهداف جميلة ذكرنا باش ما نساو حتى واحد ذكرنا كل رؤساء نسيت سهوا الرئيس الحالي جمال السنوسي الذي يشتغل بصمت منذ تقريبا 5 سنوات حاضر عن كل كبيرة وصغيرة في الملعب هذا هو نوع من الرؤساء اللي محتاجين في كرة القدم بعض الرؤساء يمكن يغيبوا حتى لا حضروا يتعلموا ما ينسى يعني يغردون خارج السير ولكن الرئيس سيكون متواجد في قلب الحدث مع الفريق في المستودع هو جزء من الفريق صحيح هو صاحب استراتيجية ولكن يلزم الموحد ديال الفريق يحسن من الرئيس معه وشي اللي المسؤول دعم نفسي وشي اللي المسؤول جمال السنوسي حنا هنا متواجدين في الملعب واحد ساعتين قبل انطلاقة المقابلة يتحرك في كل مكان لا نرمي احدا بالورود هكذه حقيقة نلمسون نسمي الاشياء بمسمياتها كرة القدم المغربية الان في حاجة لكفاءات تشتغل بأريحية وتعطي كل ما تملك ومحاولة المداد الرياضي الفاسي ابرز فرصة ستندم عليها طويلا يا مامادو غريبة من نقطة الجزاء يضيع الذي لا يضيع يضيع الذي لا يضيع بالتأكيد غادي الإضاعة ستنعكس على عقلية اللعب ضيوف مامادو السنغالي فوق المرمى عطيني سد فوق المرمى تساؤل عندي عبد الحق الشراط تنشوف المباريات ديال البطولات الأجنبية اللاعب ديما تيكون مركز واش قلة التكوين واش العامل الذهني واش مجموعة ديال التساؤلات طريقة بس تحرك مامادو ضيوف مشى الكرة ضربها واقف يعني مشى بجيس ديال واقف خصو ينزل كل ما نزلتي الكرة تنزل الأرض ما بغيتش ندخل في أمور تقنية أنا صحفي ولكن هذه من ضوابط كرة القدم كون نزل كون حنا مع الكرة وضربها بالطريقة اللي بغى يسجل مشى واقف مسألة التكوين مسألة التكوين طبيعة الحال وحنا عندنا في الدوري المغربي هذا لاعب أجنبي سنغالي إنما حتى اللاعبين المغاربة عندهم عقدة كبيرة أمام المرمى بطبيعة الحال تقدر تبقى لاعب بإمكانات تقنية كبيرة أمام المرمى تجده ضعيفا كيبغي يتخلص من الكرة بأقصى سرعة ممكنة أو يسجل بسرعة هذا شغالات ديال المدربين في التكوين في مراكز التكوين وفي الفئات الصغرى إلى لاعب يطلع القسم الأول ويضيع 10 فرص على هذا الشكل بمعنى أنه ما كانش كيتكون هذه مسألة من غنقولها بكل شجاعة خص الشغال على أعلى مستوى خصوصا عندنا ضعف كبير في الخط الأمامي عندنا ضعف كبير في الخط الأمامي لكرة القدم المغربية محاولة اصطاد وتدخل الحارس
كانت فريق ستاد يرد من خلال محاولة الواف، يرد على محاولة الواف. رجعوا باش نعطيك في هذا الإطار ديال عقدة التهديف. محمد البوساتي لاعبنا الأخرى طريف، لاعب كبير. اسمع لي، كان عنده 25 هدف في 81 من 22 مقابلة، ما لعبش 8 ديال المقابلات وباقي هو الآن كنحضروا عنده الرقم القياسي، عنده الركور في سنتين متتاليتين، عنده الركور من 81 25 هدف. كنت كنحضروا تدريب مع النادي قنطري مع المرحوم الصواري بالضبط، تصور كيقضي تقريبا واحد 3 4 ساعات خارج إطار التدريب مع المرمى وسجل الأهداف من زوايا مستحيله، ذاكره تستحضر الا ما اشتغلتيش ما توصلش. اما لا ديتونت ما تعدوش عليه، ارتقاء تيرتقي بالطريقه اللي بغا، وكان هداف كيسجل الكره بالراس بلا ما يقفل العينين ديالو، عينين مفتوحتين، كيسجل الطريقه اللي بغا امام فرق كبيره. سجلت على دينامو موسكو في مراكش بلا بعرتي، والان في البطوله اين نحن من هذه الطيب؟ ماشي الان كيلعبوا الاخرون، نفتقد كاين الحروف كاين فراس كاين كريم وكيلعب كبار مرو، انما الان ما نقولش كاين ندره، يعني كاين خصاص فظيع، خصاص خصنا قناصه خصنا هدافين هم اللي يعطوا الفرجه كره القدم المغربيه. واظن ان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم تشتغل على مساله التكوين عبد الحق، وتصر على التكوين والتكوين المستمر. وشيء اخر كذلك سيدي مطرقه، هو انه انا استغرب لماذا تقريبا كل فرق تتخوف من اقحام لاعبين شباب 18 19 سنه. لا يعقل لاعب من مينيم وفي الفريق مينيم كادي جينيور ويتالق بشكل كبير وما تفتحلوش المجال يطلع القسم. شفنا الان المباراه ديال الوداد، تنقبروا المواهب هنا في المهد. المباراه ديال الوداد مع اتحاد طنجه، المدرب الفرنسي روني جيرار الغني عن التعريف، تتعرفوا مزيان عبد الحق طبيعي الحال، واللي دخل جوج لعابه المدرسه وعطاو الثمار ديالهم طبيعي الحال. الفرنسي روني جيرار 68 سنه، ارتبط اسمه كثير بفريق مونبولي واشتغل مع الاداره التقنيه الفرنسيه. نظن بانه غيرجع السكه ديال الوداد، وحتى هو بسرعه مرحله الفراغ، والدليل انه الان مشجعه كبيره فتح المجال لبعض الاحتياطيين. هنا فكر احترافي في كاريزما، ما كاينش تخوف، دخل شاف التشكيله اللي عنده غيعمل واحد الرجه، المدرب اللي غيجي جديد كيعمل رجه، لما يعمل رجه تعطي الرساله مشفره لكل اللاعبين انه ما كاينش محبات، ما كاينش تعاطف، كاين المردوديه والتنافسيه باش تدخل الملعب. هذه راه الوداد، عرفت اي فريق الوداد، اي لاعب كيحلم يلعب فيه واي مدرب كيحلم يدرب فريق الوداد. يمكن نقول تاهل عصبة الابطال مشى بطريقه يعني يمكن نقول حزينه، ما بغيتش نقول في تفاصيل كثير، على اين الوداد وفعاليه الوداد قادر بان تعيد الفريق لتوهجه، كره فاسيه توغل عبر الاطراف مع الكره بشكل كبير. هذه النقطه اللي كتحدث عنها، يبغي يتخلص الكره بسرعه اقصى سرعه ممكنه. هذه واحده من يمكن نقول المهاجمون يصابون بالخوف بالرهاب نسميه اللي بغيتو في المعترك، يلزم ايجاد الحلول. المقابل كتوصل للدقه 30، نظن سيطره خفيفه لفريق الوف الوداد الرياضي، كم امكان الوف على الاقل تكون متقدم الان بواحد 0-0. هناك صمود لاعبي فريق ستاد المغرب بطبيعه الحال. نرجع لحراس المرمى، حتى مصطاد مروا بعض الحراس من المستوى كبير. الحارس العيساوي هو بمناسبه عم الحارس زهير العروبي، الحارس السابق للوداد ومحترف حاليا بالدوري السعودي لكره القدم. المرحوم عبد الرزاق اللي مشى للاتحاد الرياضي القصمي، لعب مع الاشقاء بندريس ومع الاشقاء العامري ومع سليطن ومع واحد مجموعه من اللاعبين بفريق الاتحاد الرياضي القصمي الذي كان من اقوى الفرق فيما مضى. والمرحوم الحارس العجاب، هذو اربعه الحراس كبار مروا من فريق ستار. باش ما نساو حتى واحد، كنعطيو كل واحد حقه كمسير كمدرب طبيعة الحال. لو شئنا ان ندخل في عند الجماهير والمتيمين بحب ستار سيكون شيء اخر على اي ضربه خطا للفريق المحلي. كريم ستيتو تنفذ في الحارس سهله طبيعة الحال. مقابله كاس هذا الطعم خاص، نذكر الرياده للدار البيضاء والرباط التي احتضنت اكبر عدد من المباريات، ولكن مدن اخرى حظيت بشرف احتضان نهائي كاس العرش لكره القدم. نستحضر نهايه تاريخيه بتطوان ملعب سيدنا الرمل 78، الوداد تكرم وفاده النادي النهضه القنيطريه، الفريق الذي تهوى بشكل مدهش، وكان الفوز التاريخي للوداد الثلاثي لعبد الخالق لاعب الدولي السابق. نستحضر سنه 1976
بملعب برشلونة بطنجة، فوز الفتح على فريق النادي القنطري بواحد صفر، هدف ميلوت صغير داخل مرمى الحارس قاسم. فاس حظيت بنهائي تاريخي ما بين الجيش الملكي والبرانيزا رشاد البرنوسي مراكش جميلة الحليب العيون العيون. اخر نهايه قمت بتعليقها من ملعب الشيخ محمد غضب غضب، نهايه تاريخيه و45 الف متفرج. الماس تفوز على فريق القرش المسفيوي في مباراه لا زالت عالقه في الاذهان. طبعا قد ياتي الدور على مدن اخرى مستقبلا لتعانق نهائي الحلم نهائي التاريخي اغلى مسابقه كرويه وطنيه نهايه كاس عرش كره القدم. يلعبوا بالنار في خط الوسط، باس لاتيرال تمشي عبر الاطراف، توفيق المسكيني اللاعب المباشر. استاد متخوفه اكيد ربع نهائي كاس العرش. حناجر فاسيه تصدح باسم الواف مده طويله حتى طريقه الالترات غيبت هذا النوع من التشجيع التقليدي كان مشتعل كثير في مدن فاس ومكناس كرات ليستار محاوله تمرير تمريره عبر الاطراف انما غير موفق لعب الواف تراقب المقابله باكثر عدد من اللاعبين. هل التجربه عندها دور في مباريات كاس العرش؟ بطبيعه الحال ان بعض المرات نشوفوا انديه صغرى تقلب الطاوله على انديه كبرى. تيبان الان بانه الامتياز طفيف للواف انما هي كره ملعونه منفوخه بالريح. يظهر بان الاستاد عندهم تعليمات المدربين باش يلعبوا بنوع من الاحتراس ويمكن يتصيدوا اي فرصه يسجلوا ويقفلوا المقابله. الان هذا الان غنشاهدوا في المقابله انذار انذار مصطفى الكشاف، اول انذار في المقابله اول انذار في المقابله من نصيب توفيق المسكيني الظهير الايسر لفريق استاد. وهذا اللاعب اشرف زغيول لاعب فريق وداد فاس رقم 18 لاعب سريع يتحرك نشيط في وسط الميدان خلق متاعب دفاع فريق استاد المغرب. بالمناسبه التقيت بعض انصار فريق اتحاد الرياضي القاسمي قبل انطلاقه المقابله تواجدهم هنا وانه الكل كيعرف ان الاتحاد القاسمي عنده مشاكل كبيره في ملعبه لا يلعب بالملعب البلدي في سيدي قاسم، هذه علامه استفهام كبيره تطرح الفريق يستقبل هنا في هذا الملعب ملعب احمد شهود يزيد من يثقل الكاهن الفريق. بالرغم ذلك بضع مئات من المناصرين القاسمين يتحملون مشقه السفر ومؤازره الفريق. نتمنى مشاكل اتحاد الرياضي القاسمي وخصوصا الملعب توجد لها حل في اقرب وقت ممكن. في مباراه اليوم من الدقه 34 صفر لمثلي بين الواف واستاد غير موفق. المسكين من جديد تبادل الكروي بهدوء كبير بين اللاعبين تمشان الحارس كريم ستيتو العسري ايوب باس لاتيرال كونترول مهم طريقه جميله باش حاصر كورتو اكيد كيلعبوا بهدوء كبير. هذا اللاعب البنيني فاضل سليم 20 سنه ربح كبير لفريق ستاد 20 سنه لهذا اللاعب. كره فاسيه محمد التسولي تمشي للوسط الحلول قليله الحلول قليله في الوقت اللي بطبيعه الحال الحكم قريب مصطفى الكشاف من كل المحاوله. نذكر انه المقابله مهمه اليوم ببركان الفرق البرتغالي نظن بانه ملعب بلدي ببركان ولو ما كان واحد صغير الفرق البرتغالي سينازل يمكن نعتبره نهايه قبل الدفاع الحسني الجديدي في مقابله بطبيعه الحال لا تحتمل القسمه على اثنين. غدا الوداد الذي تعافى مؤخرا وخرج من الصدمه سينازل الفريق الاولمبيك السافي في الوقت اللي كل مدينه وزم ستكون وراء فريقها الفتي امام الفريق العالمي الرجاء في مباراه قمه في مباراه ملغومه ملغومه طبيعي في مباراه وزم الرجاء البيضاوي بطبيعه الحال. قلت المدينه باكملها وراء الفريق مدينه وزم باكملها غدا وراء الفريق امام فريق كبير اسمه الرجاء والرجاء في اوج العطاء ديالو عبد الرجاوي قد يحقق هذه محاوله. قلت هذا اللاعب رقم 18 اشرف زغيول تحذك متاعب الفريق ستاد المغربي ينزل وتسدد ولكن ما كانش تركيز جميل بن تركه. الرجاء الناس الرجاوي قد يحلق في اي لحظه اي لحظه هنا مش عارف فرق كبيره هذه المصالحه التاريخيه اللي قد اوزال وكل الرؤساء احترامي الكبير لهم جميعا راوا الصدع وهدأوا العاصفه وخرجوا من عنق الزجاجه
استعانه بفتحي جمال ربح كبير للفريق اكيد الرجل التقنيه. قلت افتقدنا الاساطير مثل الخميري ومثل الصويري والمشاهير الاخرين. الان فتحي جمال واحد من 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 كفاءات الكفاءات الكرويه المشهود لها بالاستقامه وبالتنقيب. الان جاب واحد المجموعه من الجوار فريق الرجاء اللي كانوا في الرجاء مشاو معارين او نقب في الاحياء. عينه لا تخطئ، عينه لا تخطئ. الدليل حتى ابن حامل الامتعه سابقا اليعري الان يلعب، جابوا من كان في الرجاء ومشى للنجم السبب، الان رجع كيلعب يعني واحد من المعول عليهم داخل فريق الرجاء. والدليل ان الرجاء رجع بنتيجه ايجابيه في دور ربع نهائي الكونفدراليه من نيجيريا، ملعب ابا يقال انه ملعب الجحيم، ملعب الجحيم بالجحيم، انه الفريق اللي تنزل عند كضيف على فريق انيمبا ينهزم، ولكن الرجاء بذكاء كاريزما ديال المباراه رجعوا بنتيجه ايجابيه وكبيره. انا واثق بان الرجاء تخترق النهائي، ونتمنى يكون عندكم فريق مدير تقني او كفاءه تقنيه في قيمه فتحي جمال. رجل مكون على مستوى، مر من منتخبات وطنيه، يحضر لدورات تكوينيه، ما غنعاود نكرر ما كرمي الورد حتى شي واحد. انا اسمي الاشياء من سميتها، اللي كيشتغل يمكن نصفو، ما بقاش نطبلو ونغيطو لاي واحد، انما هذا واقع فتحي جمال واحد من الكوادر المهمه الان ضمن استراتيجيه كره القدم المغربيه. لزمنا العشرات من فتحي جمال باش يمكن قطار كرة قدم يقلع ويمشي. إلا كان الفريق الوطني كيشتغل الآن بهدوء ورجع للعالمية بواحد المستوى كبير ونطق لما هو أفضل، يلزم الفرق الوطنية تشتغل، لا حتى المنتخبات الأخرى تتعدم، المنتخبات الأخرى للفئات الصغرى لا نذهب بعيدا. هذا واقع بالرغم من كل ما هوئ لهذه المنتخبات من إمكانات كبيرة على المستوى المادي. المال لوحده لا يكفي، المادة لوحدها لا تكفي، هي عنصر مهم، لما يلزم رسم استراتيجية ويكونوا الرجالات والكوادر المؤهله اللي يمكن ترسم خارطه الطريق كره القدم المغربيه. يعني نزلنا نشتغلوا، ما بقاش نتحدثوا كثير، نشتغلوا. الاشتغال شيء والخارجات الاعلاميه شيء اخر. يعني بعض بكل صراحه بعض المدربين كيشتغلوا بخارجات اعلاميه، نساو الميدان ونساو الاجتهاد. بعض المدرب يمشي معك بعيد ما كيشوفوش فئات صغرى. هذا خطا. مدرب كبار لا يعرف ماذا يقع حتى فريق شبان. هو في واد والباقي المكونات الفريق في واد. يلزم السلسله تكون متراصه من المينيم حتى الاق. المدرب ديال الاقصى يعرف الفئات كامله باش يعرف يرسم استراتيجيه، يمشي هذا اللاعب يجي لاعب اخر وتمشي، ماشي يجي مدرب يقول لهم انا بغيت 14 لاعب 16 لاعب هكا واحد ربعه من الجنون خمسه يمكن يستانس بهم واحد ربعه خمسه المباريات ويخليهم خارج السرب. انا فين كاين وما محلها من الاعراب مدارس الفرق. انا اطرح تساؤل الان، كاين ارساليه تلزم فرق بتسجيل لاعبين ولكن لا نشاهدهم في رقعه الملعب. يجي مدرب يقول لك انا بغيت 16 لاعب، حيد 16 لاعب وجاب 16 لاعب جدد. كيفاش بغيت كره القدم تمشي بهذا؟ يمكن ثلاثه اربعه ممكن كما هو في كل بقاع العالم، ممكن باش تغير تقريبا 90 لما بغيت نقول 100%. هذا تغريد خارج السرب، وهذا ضرب من ضروب الخيال، وهذه العشوائيه وقمه الارتجال. يعني صراحه الان كره القدم المغربيه تحسنات ماديا وعلى المستوى الاستراتيجي مجهود كبير للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، ولكن المجهود هذا خصو يتبلور في رقعه الملعب من طرف الكوادر والمسؤولين ديال الفرق. رجعوا حتى الكره القدم المغربيه الان هي غارقه في الديون، الفرق غارقه في الديون بفعل الارقام، كنقول ولات فلكيه اللاعبين، فلكيه ارقام فرق كيضرب 4 مليار ولا 3.5، غير انتدابات اللاعبين تفوقوا ميزانية الفريق بكثير. صعيب يجي حتى رئيس اخر في مكان الرئيس القديم. هذه امور خص ترشيدنا فقط، حنا مع اللاعب يكون في موضع مريح، مدرب في موضع مريح، كل ما يدور في فلك ورقه يكون في موضع مريح، ولكن ماشي فوق طاقات الفرق. هنا ولات مبالغه في الديون، مبالغه في الديون. الرجاء كون ما كانش تعكر شي واحد، كون ما كانش اوزال وباقي حكماء الرجاء ما يخرجوش الفريق من هذه الزوبعه اللي كان فيها، لانه الارقام مخيفه. انما رجالات الرجاء بالكاريزما المعروف عليهم وكثير منهم توج مع الرجاء، اوزال رتناني بودريقه حانات عمور، واحد مجموعه وتكونوا تجمعوا الان واحد الاريحيه وواحد عطاوا واحد النموذج رائع. دليل الرجاء تعافت وستعود لعالميتها، تأكد مما أقول لك، تعافت وستعود لعالميتها. رجعوا المقابلة، أشياء عديدة تجرني للحديث على بعض نقائص كرة قدم مغربية، يمكن الكلام لا يروق بعض الأشخاص، ولكن أنا أتحدث بغيرة وطنية وبحس وطني، لأن أؤمن بأن الرسالة الإعلامية
عندها دور كبير في تحريك عجله الرياضه عموما وكره القدم على الخصوص. كره فاسيه كونترول في الممر الايسر، الوافد تخرج كره من مساحه ضيقه تمشي كونترول رفيع، مشى نكوندو ويليامز، نكوندو ينطلق شحال اشرف 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 تتوغل وهدف هدف جميل لفريق الوافد الموقع الدين بلا او بلا الوافد تستيقظ. اذا كانت فريق بين على الامكانات ديالو ولكن اشرف سخيول يتوغل رقم 18 هذا اللاعب الشاب انا قلت على عنده امكانات يتوغل سريع توغل ومهد الكره للصديق ديالو من خلال الاعاده شاهد التوغل ديالو بسرعه وتحب كره فوق الطبق من ذهب اللاعب سخيول اللي تي او اللاعب عز الدين بلا اللي تفتتح حصه التهديف عطاه باس لاطير عطاه ضربه جزاء حتى لو فوق ضربه جزاء ها انت هنا تعاود ها هو غينزل اللاعب غيسدد غينزل وغيكون مشى واقف غادي يضربها لفوق شوف اكيد ضربها بشكل جيد نازل مشات مركزه بالرغم من المتابعه ديال الحارس ايوب العسري. الواف متقدم الان بن محمد شوط دقه 42 بهدف يزين ذهبا هزيش فاسيه اكيد تكسر صمت المكان بطبيعه الحال اشياء عديده تغير تحت حتى على مستوى التشجيع هذه السنوات لم تصل لمسامعي هذه الدقات الجميله من تراث الغناء المغربي. الجمهور الفاسي كان عنده طريقته الخاصه في التشجيع الدفوف بالبنادير بالمزامير كان كيخلق واحد الاجواء رائعه في ملعب حسن الثاني. الان الاستاد غادي يتحرك الان هذا الموسم نظن عن التعديل نظن هذا موسم فريق المغرب الفاسي فعاليات فاسيه كثيره مترصه الان وراء النمور الصفر من اجل الصعود العوده القويه الى قسم الكبار. الفريق يستعين بخدمات محمد مديحي مشروع مدرب من الواف يعرج على الجار الماس وان كان فرق كبير بين الماس والواف كالقاب كتاريخ ك انما الفريق الثاني للعاصمه العلميه بعد الماس هو فريق الواف. كره الاستاد اعطينا الشوط الاول لنتحدث عن كل كبير وصغير الاستاد. الشوط الثاني ترقبونا مع فريق الواف بادق التفاصيل. كره الاستاد تمريره في العمق راسيه والحارس يقيد كانت محاوله الحارس يقيد اكيد الحارس معاد شكاك في المكان المناسب التيمينغ المناسب هادي شرط انت ترفض كلمه الشوط الثاني للمدربين ولكن الشوط الثاني للمدربين الشوط الاول لمن؟ من ادخل اللاعبون في الجوله الاولى؟ هي يقال كثيرا ان هذه كلمه ان الشوط الاول اللاعبين ان في 45 دقيقه المدرب او الاطار الوطني او اي مدرب في العالم تيشوف المباراه تكرر المباراه ثم تيكون الشوط ديالو الثاني واكثر من ذلك يقال بهذا لو تيرم حتى عند المعلقين الفرنسيين تيقول لك بان الشوط الثاني ديال المدرب هذا رايهم يحترم. انا عندي راي اخر هذا تنميق اعلامي ولفظي. انا كنقول الشوط الاول والثاني والاشواط الاضافيه ذات الضروره وضربه الجزاء او الهدف الذهبي هو للمدربين واللاعبين والاطقم التقنيه والاعلاميه وللجماهير ولكل المكونات في الفريق. الا تهاوى جزء واحد يتهاوى الجزء باكمله. هذه كلام الشوط الاول الثاني ولكن المدرب جيت الشوط الثاني يبقى في المنزل ديالو يبقى في المقصف ديال الفريق ويدخل الجوله الثانيه. هذا كلام مردود عنه على اي هي مباراه كره القدم هو التشويق في هذا ربع النهائي المثير حلم استاد تخطي عقبه الوف في هذا النزال هنا بالرباط في الوقت بطبيعه الحال الاجواء المناخيه يعني الاجواء غائمه ولكن الجو ساخن نشكروا اللاعبون على هذا المجهود البدني وان كان انا صراحه لا اطيق متابعه مباراه في كره القدم فوق عشب اصطناعي صراحه يستفزني المشهد لانه اللاعب في عشب طبيعي يخرج اللي عنده في جعباته يضرب بالاكستيريو بالانتيريو حتى طريقه ديال الجري في الملعب عشب في الملعب الصناعي ماشي العشب الطبيعي. بعث لي هذه المقابله لاقدم لاعبين تكون ملتهبه ومشتعله لانه المكونات هذا العشب ولو انه من النوع الممتاز ايوه لو يكون ممتاز يعني اسال اللاعبين بعد المقابله يعني هذا الشيء علاش قلت انا مشكورون على المجهود البدني الذي يقدمونه في هذه المقابله. كما الان بدا التفكير في اعاده العشب الطبيعي طبيعي للملاعب.
بطبيعة الحال اللي نتابع الفرجة والمتعة لأنها كرة قدم، لأنها كرة القدم بطبيعة الحال. كرة القدم فيها الجانب البدني، فيها الرسومات التكتيكية، وفيها الجانب المهاري والإبداعي. عبد الحق، ما رأيك في مباراة النهضة البركانية الدفاع الحسني الجديد؟ أنت كمتتبع. نظن خروج بفارق البرتقالي من منافسة الكاف باش تشوف بركة الآن. أشياء عديدة تغيرت في بركة. المدينة بأكملها أصبحت عاشق على كرة القدم. حضرت لقاءات كثيرة للفريق، نصف إفريقيا ونصف الدوري الوطني. جمهور كبير، وقلتها في الموسم الماضي، في المواسم القادمة بركان في حاجة ماسة للمركب الرياضي، لأن الملعب الآن ديال 8000 متفرج لم يعد فيه بالغرض. الجماهير تأتي من السعيدية، من تافوغات، حتى من وجدة، من أحفير، من كل إقليم ديال الشرق يأتي لمؤازرة الفريق البرتقالي اللي كيشكل الآن مع السين ديباد الفريق الأسطوري ديال المولودية الثنائي غينشط الدوري الوطني. نظن المقابلة ديال بركان جديدة فوق صفح ساخن، صعب تكهن لأنها مباراة كأس. مباراة امتياز هو لبركان بحكم الملعب، اما لا ثقه في كره القدم كل شيء وارد في نزال اليوم. كره في الاستاد، صعود، كاين بطء في الخط في الاداء الهجومي، تبطئوا كثير لاعبين فريق الاستاد. تمشي عند سليم، سليم يغير الوجهه، توصل عند الطائر الايسر، هناك بطبيعه الحال استعصاء عند فريق الاستاد. استعصاء اذا ستلت تمريرات عرضيه صعب عليهم يمروا من الوسط. لاعبي فريق الواف واقفين في التيران كما يقال بطبيعه الحال، حتى البلوك ديفونسيف لاعبين بواحد النباهه، ما كاينش هفوات. هذا هو صعب الماموري. هو فرق بين القسم الوطني الثاني وقسم الهوات بطبيعه الحال، بطبيعه التجربه، وحتى النضج التكتيكي. رغبه كاينه عند الصطاد، ولكن الواف تتلعب بواحد الهدوء كبير، الواف تتلعب بواحد الهدوء كبير، تتناقش المقابله، وخصوصا عندها هدف الامتياز. نسجلوا اشرف، نسجلوا عفوا عز الدين بلا للان يطمئن اللاعبين. خرجها رفيعه باش خرج، يمكن يتخلص من الكره، تاخر كثير، ضائعه للاستاد، مستخلص هذه المره بصعوبه كبيره من طرف عبد الهادي بومزيريك، يمشي عبر الاطراف الطائر الايمن. استاد تستيقظ في هذه الاثناء، ولكن ببطء كبير، بطء كبير يدب الأقدام اللاعبين. استخلاص، ريكوبيراسيون سريعه، تخلص من الرقابه، مشى في الوسط، الحكم ترك له امتياز بالرغم انه كان خطا. تمشي عند كوندو، باس لاتيران، هذا اللاعب سريع، اللاعب اشرف واحد من ابرز اللاعبين في الستاد، ولكن في الحارس قلت نجدد إذن الترحاب بالمشاهدين الكرام في الشوط الثاني من مباراة ستاد المغربي ووداد فاس، أولى مباريات ربع نهاية كأس العرش. المشهد الأول انتهى بفوز فريق وداد فاس بهدف للا شيء. ننتظر الجولة الثانية وما ستحمل معها من جديد خلال هذه المباراة بين فريق ينتمي لقسم الهوات والفريق المستضيف فريق ستاد المغربي، وفريق وداد فاس المنتمي للقسم الوطني الثاني. مشكور زميلي نور الدين بامها والباقي التقنيين على هذا الاعاده من زاويه مختلفه. الهدف الوحيد والجميل والمشهد الرائع في هذه المقابله هو الهدف الذي به متقدم الواف، هدف عز الدين بلا في مرمى الحارس ايوب العسري. الشوط الاول نبشنا في ذاكره ستاد الان لنعطي لكل ذي حق حقه. نعرج على الواف. الواف واحد من الفرق المهمه في منظومه كره القدم الفاسيه والمغربيه. بطبيعه الحال الفريق استعان بخدمات مجموعه من اللاعبين في هذا الموسم، من ضمنهم ويليامز نكوندو، هذا اللاعب كاميروني اللي كان في الشان شارك مع منتخب الكاميروني، واللي انتدبوا جابوا الفريق مصداق واحد من اللاعبين التسعينيات في القرن الماضي مع فريق الواف. هو واحد مجموعه من اللاعبين الى جانب استقدامه للمدرب حسن اغني، حبه للفريق جعله يعني يساعده من زاويه معينه في وقت لمجموعه من الكوادر. الان فاسيه تتابع هذه المقابله من المدرجات، فئات عمريه مختلفه حلت وارتحلت مع فريق الواف هنا بمدينه الرباط. الواف
طبيعة الحال تأسيس 1950، 69 سنة من التواجد. الفريق على امتداد التاريخ تأرجح ما بين القسم الأول والثاني ومشى للهوات. بطبيعة الحال لما نقول الواف نقول يعني الحي فاس الجديد، الأحياء تاريخية معروفة من ضمن السمارين، حي الملاح، حي الكارا، سيدي بونافع، بوطويل، باب الكوشة، هذه المعاقل الأسطورية لفريق الواف. والواف مع الماس هم أشقاء، إنما في لقاءات كرة القدم بليالي كثيرة تلك واحد الحرب كلامية، نقاشات كثيرة ما بين المناصرين، وكثير من اللقاءات استقطبت الآلاف من المناصرين. الآن هذا الموسم أترقبه مشعلا بفاس، على اعتبار الماس عنده حلم كبير باش ترجع القسم الأول، وصل عودة واحد مجموعة من الفعاليات. وقتل الوف طموح كبير أن توقف فريق على رجله، يمكن في السنوات القادمة طموح تكبر ويرجع الفريق للقسم الوطني للبطولة الاحترافية لكرة القدم. فريق الواف سي محمد بن تركه يمكن ميزانيته ليست بكبيره، اكيد فاتصال مع رئيسه بالامس الجمعي قال لي بالحرف ميزان الفريق لا تتجاوز 700 مليون سنتيم في الموسم، نظن رقم هزيل ضعيف ومستفز. في الوقت اللي قال لي الكلام دائما لرئيس الفريق بان البريم سينياتور يعني المبلغ ديال الامضاء ديال العقده ما كيفوش 12-14 مليون في السنة اللاعب. هذه محاولة الفريق الصداد المغربي، كانت محاولة جميلة وتدخل حارس بيقظة حمزة حمياني حارس فريق الوداد الرياضي الفاسي. كريم فرحون وصعب هذه المبادرة، كريم فرحون من زاوية صعبة سدد القائم الثاني، وكان يقظة كبيرة للحارس معاد حارس الفاسي حمزة الحمياني. بالفعل حارس مرمى فريق الواف قلت بانه الرقم ارقام مستفزه ماليا. نتمنى بفعاليات الواف وفعاليات مدينه فاس تجند وتعطي واحد الضخ واحد راس مال مهم. الان الفرق هو كاين فرق عبد الحق بين فريق المغرب الفاسي يعني كيبقى هو الفريق الام ديال مدينه فاس. بالفعل وحتى الواف راه في الفريق حتى هو هو الفريق الثاني في العاصمه الميزانيه ديال المغرب الفاسي ماشي هي الميزانيه ديال فريق الوداد الرياضي الفاسي. ما كاينفيش بانه اللي يلزم الان الفريق يعني الدعم والمسانده، واول دعم هو العوده ديال الاف من المناصرين باش يدخلوا واحد الرسامين الماليه وينتظروا فعاليات المدينه. وكاين مناصر الفريق في الدار البيضاء، الدار البيضاء دائما اتساءل عبد الحق ثقافه الجمهور ما عندناش. انا نشجع فريق ندخل ندخل مبلغ مالي كما بغى يكون الحال، هناك انديه تدير مبالغ زهيده بعض المرات بغيت ان الجمهور يرجع يشجع الفريق ديالو. كاين واحد العينه من الجمهور، جمهور ديال التلفزيون، جمهور كينتظر النقل المباشر، هذا نوع من الجمهور. يمكن الان اللي كيحب الفريق خصو يجي، ماشي بالضروره تنقل مع خارج المدينه، انما في الملعب يلزم الدعم. حتى كان يعني المبلغ الدخول ب 20 30 درهم ضيف ورقه اخرى، جيب معك واحد من الشباب اللي طالب ما معجبش باش يحجز تذكيره، او جارك، او تحبوا الكره القدم وتخليه يبغي كره القدم، لان مباراه كره القدم مدابه حفل، تجي واحد ساعتين قبل المقابله، تتمر واحد ساعتين اخرى ديال الفرجه، تتلقى ناس تتعرف تتغنى بالاناشيد ديال الفريق، فاز فريقك او تعادل او انهزم، كتقضي واحد نصف يعني يوم ممتع في مجال كرة القدم. ونظن بانه الان كرة القدم في حاجة ماسة للحضور الجماهيري، كرة فاسية ولا لا 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 اشرف 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 سجل ضد مرمى اشرف، قلت على هذا اللاعب اشرف ديال فريق وداد فاس من الجهة اليمنى للجهة اليسرى تتلعب المدافعين مرر، ولكن المدافع ديال فريق ستاد المغربي خطأ يوقع ضد مرمى والهدف الثاني. أظن سي محمد معاد شوكك سجل خطأ ضد مرمى، ولكن الكرة اللي جات نشوفوا الإعادة. عرفتي اش عمل هنا؟ اللاعب زغلو، هذا اللاعب أشرف زغيول، قلت واحد من أنشط اللاعبين وأثار انتباهي. شو عمل هنا؟ صوت راشير، صوت راشير مرر وسدد، ضرب أي لاعب في الخصم غادي تسجل، غادي تسجل هذا، غادي تعرفوا الكويرية، اللغة ديال كرة القدم التحرمية ديال الناس الكويرية، التحرمية ديال كرة القدم، التحرمية
ديال كرة القدم. هذا لاعب نشيط، هذا لاعب رقم 18 أثار انتباهي في الوهلة الأولى، وقلت على أنه لاعب خلق وخلق الآن وتخلق متاعب لدفاع فريق والفريق ستاد المغرب. 2-0 للواف بقلب العاصمة الرباط. الأمور ربما بدأت تتعقد لستاد المنطق حتى الآن. يحترم مناصر الواف في حالة انتشاء بلغة كرة القدم. الواف وقف في الملعب، أكيد وقف في الملعب، كيلعب بدون مركب نقص. رسومات تكتيكية مهمة، أسلوب سلس، هاك وهات. الآن غيدخل في المقابلة بنسبة كبيرة. ننتظر دفع الفريق الستاد المغربي. ستاد تناقش الآن حظوظها كاملة. ما عندما تخسر الآن غادي تلعب الكل الكل. نذكر بأن اللاعبين باقيين صغار، ولكن الفريق الآن يفكر، قلت على أنه حسب مكونات الفريق يفكر في العودة وإهداء الذكرى المئوية لفريق ستاد المغربي لهذه الجماهير والمناصرين أنه يرجع القسم الوطني الثاني. إمكانه ذلك، إمكانه ذلك، عنده إمكانيات فريق ستاد المغربي بطبيعة الحال. إنما غنعاود نكرر هذه الدعوة لمناصر ستاد للعودة لملعب أحمد شهود لمؤازرة الفريق. نذكر أنه إذا قلت بأنه الآن الرئيس الحالي وحسن الجمعي المدافع السابق لفريق الواف تحمل المهام، خد زمام الامور من يد عبد الرزاق السبتي. عبد الرزاق السبتي اللي يمكن نقول واحد من الرؤساء المهمين اللي مروا بالواف وخلق يعني يمكن نقول رجة من قسم هو صعد القسم الثاني صعد القسم الاول. ظرف وجيز، بقى 5 سنوات مع الفريق. انما كثره المشاكل والتصدعات والتجاذبات الرجل ترك الحمل بما، ولكن مشى للغريم ديالو بعد راحه بعد سنوات من التركيز والتفكير. محقو ما غادرش مسكت راسو بقى في مدينه فاس، يعطي شي كثير لفريق المغرب الفاسي. هذه محاوله فريق ستاد المغربي، غادي من رستيتو ضربه راسيه ممتاز، هدف لفريق ستاد المغربي، هدف رفيع لاهلا اهلا المهدي. اذا يعيد المباراه، يعيد المباراه والمتعه والتشويق. مثيرة، مقابلة جميلة جميلة جميلة. عبد الحق تمريرة جانبية ورأسية في الزاوية 90 اليسرى بالرغم ارتماعة الحارس، بالرغم ارتماعة الحارس تمريرة بالطالون يعني. لاحظ عبد الحق، شكرا لزميلي بماود، وضربة رأسية ممتازة الزاوية 90. طالون ضرفيع، طالون ضرفيع، تريونغ، هذا مثلث، هذا هو فريق ستاد. جميلة جميلة، هذه متعة كرة القدم. ضربت في الأرض سماتشها، ضربت في الأرض طلعت لفوق 2-1. سنتابع مباراة مثيرة ومشوقة. تخلصت فوارق. نذكر فقط بأنه طبيعة الحال مؤسس فريق الواف والمرحوم محمد بن الحاج. بعد ذلك غيجي واحد مجموعة من الرؤساء، كل واحد ترك بصمة خاصة. من ضمن حسن صليغوا في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينات القرن الماضي، الأشقاء شقيقان رشيد وخالد بن عمرو بن عمور، تجمع تيب بوشتى الجامعي، إدريس جقاوة، إدريس سرحان، والآن حسن الجامعي. وكما قلت المسير الآخر عبد الرزاق السبتي، رجل المهام صعبة ورجل التحديات. اليوم هو في الماس، ربما قد يصعد مع الماس ويعود ثانية السنة القادمة ليصعد مع الواف. على أي طموحات جارفة للرجل للذهاب بأقصى سرعة ممكنة وإعطاء إضافة لكرة القدم الفاسية. أكيد مدينة فاس العاصمة العلمية تحتاج إلى فريق في القسم الوطني الأول. مدينة كبيرة، مدينة جميلة، مدينة عريقة، يقال إنها مدينة العلم لكن حتى هي مدينة كرة القدم. عبد الحق طبيعة الحال والمتخصصة في إنجاب لاعبين من عيار حراس كبار، المدرسة الشهيرة في تفريغ حراس المستوى ربما العربي والإفريقي الوطني. طبيعة الحال يكفي باش نبدا بالأبيض، حارس الأسطوري، نمشي للهزاز المرحوم الهزاز، تمشي الرفاهية، تمشي لواحد مجموعة الكتامي، التاقناوتي. اوه عملية جميلة تنهيها حمزة أفصال بهدف ثالث 3-1. اوه على مباراة كبيرة 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 فورفة. جميلة العملية، جميلة جميلة سي محمد، والسلاسة في الأداء أكيد هاك وهات، مرة هنا مرة هنا واحد. جميلة مثل عملت واحد اثنين هنا اين دو اين دو رفيعة هاك وهات بالاكستيريور شقة طريقة 3-1. الواف يعمق جرح ستاد بملعب أحمد شهود في مباراة مثيرة للجدل
الرغبة حاضرة للصطاد. نعم أنا شخصيا عبد الحق لم أكن أتوقع أربعة أهداف، أنا كنت أشوف المباريات الأخرى على غرار مباراة واتسم الرجاء الوداد أولمبيك أسفي مباريات كبيرة، ولكن أنا دائما تنقول يوجد في النار ما لا يوجد في البحر. فريق ينتمي للقسم الهواد وفريق ينتمي للقسم الوطني الثاني، وحنا في حديثنا عبد الحق على فريق الواف الآن بين الإمكانات ديالو فريق الواف. متأكد الآن الأحياء اللي سبق اللي ذكرتها حيفا الجديد هي الآن في حالة انتشاء، الكل يتابع المقابلة في الشاشة التلفزيون، شاشة التلفزيون. أكيد هذه المباراة غترجع الجمهور الفاسي للمدرجات، أكيد خصوصا في مباراة الديربي الحارقة مع فريق المغرب الفاسي، النمور صفر للمغرب الفاسي. ورأنا المئات من المناصري فريق ستاد الحناجر تصدع اسم فريق الوداد الرياضي الفاسي. كرة للستاد، كريم ستيتشوف تماس عميد الفريق، خطأ ضد لاعب فريق ستاد المغرب. طبيعة الحال من ربع اللاعبين مرموقين فريق الوداد الرياضي الفاسي، ابرزهم اللاعب الحارس الدولي عبد الرافع قاسي، العام السابق بن علال، عمر حسين هامش وارو بعد 10 سنوات متعلقا مع الماس، نهاها مع فريق الوداد الرياضي الفاسي. هناك كذلك حميد القوشي الرئيس الحالي حسن الجمعي، حميد العمول عميد السابق، تيجاني باخا مولي درس المراني المدير الإداري الحالي لفريق الواف، بلال الدنكير، وحاليا الوادي وأنور لدني غدرة لوجهة مال المفضلة. هذه يعني من الأسماء المهمة اللي مرت. نضيف كذلك نجيب العلوي، توغل هذا اللاعب، هذا ضربة خطأ ممتاز، اللاعب أشرف صغيول بمعية محمد سولي ويليام سمكوندو علي ضيوف مامادو، هذو رباعي نشاط نشاطاء في الخطأ نشاطاء، وأكيد اللاعب الكاميروني بتجربة ديال الكاميرون سي محمد بن تركة. نعم أنا المهاجم الذي يستهويني هو الذي يستفز الخصم، ماشي أخلاقيا يمشي يشق يمشي، هذه الصبغة في هذا اللاعب ديال أشرف صغيول صراحة. ولا كنفتقدوا لهذا اللاعب في الدوري المغربي لما كان في الجهه اليسرى، شكون لاعبين كبار متعه انك تشوفهم يرقصون دفاعات الخصوم. كجان ايسر استحضر صحيته، لاعب مهاري استحضر عسيله استحضر شاف هذا المولوديه الجديده كريم الجديده مصطفى درويج الفار ديال فريق الجيش الملكي اللي كتشوفها بالسنغال مع الفريق الوطني في 1979 نهاية مباراة تاريخية تأهل فيها الفريق الوطني ضربة جزاء، وكان مسجل آخر ضربة جزاء للمغرب جبران جمال من نادي القنيطري. في الجهة اليمنى كاين عبد الخالق، كاين الصغير، كاين خالد الأبيض، أسماء كبيرة بغينا نجيبو دربالة، واحد عشرات اللاعبين، هاد العينة من اللاعبين اللي كنفتقدو الآن. واحد الجيل الجديد الان بدا يشقطر، كنتمنى يواصل مسيرته بكل هدوء الممكن، لان النجوميه قبل الاوان كبرات وكسرات وتيرات اكثر من عشرات اللاعبين. ما بغيتش نعمل جرد، انما امنيتي كبيره وان اللاعبين لاعبوا كره قدم مغربيه تحسنت ظروفهم كثير الان، يلزم يشتغلوا ويعطيونا الفرجه اللي كنتظروا، يعطيونا الفرجه يخرجوا ما تختزله أقدامهم وسقانهم من عطاءات. اللاعب خصو يفكر لأنه العمر الافتراضي الممارسة هو قصير قصير جدا، لهذا يلزم تدبيره. شوها مامادو تدخل ستيتشو دار أيمن فريق ستاد المغربي، تضيع كرة بسرعة تتعود الفريق الوداد الرياضي الفاسي. كوندو بهدوء، هادئ اللاعبين ديال تيبريا انهم لاعبين اكسبيريمونتي عندهم تجربه. انا قلت لك هذا اللاعب الكوندو الكاميروني يلعب مع الشان في المنتخب الكاميروني اللاعبين المحليين، لانه الطريقه باش كي يتلقى الكره وباش يمرر وباش يكونترول ما عنده تجربه كبيره، تجربه كبيره. شرط اللاعبين الافارقه عطاو دخول دماء جديده في الانديه سواء على القسم الوطني، اتحدث عن القسم الوطني الاول بما ان متابعتنا القسم الوطني قسم الاضواء اكثر من القسم الوطني الثاني. باش نكون معك صريح، انا كنت دائما صريحا، احنا في حاجه كره قدم
حتى المستوى العالمي منفتح النجوم من كل بقاع العالم، يلزم نجيبوا لاعب يفوق بكثير سنوات ضوئيه اللاعب المحلي. قله انا غنخون معك الجر التاريخي، غنبدا بخوصي جبنا هذا القطري، عطى 8 سنوات مستوى كبير، هداف تاريخي من بعد لاعب برازيلي، برازيلي قضى 8 سنوات القطري. الحارس الان غواميني عطى الفريق الرجاء الايفواري، فاسيلي عطى الفريق الوداد، موسانداو هداف تاريخي في الوداد. الان كاين ويليام جيبور، جيبور قبل منه الهدف السابق للوداد ايفونا. من الان ساعه قله 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 صراحه، بعض اللاعبين الاجانب ما عطاوش اضافات الدوري المغربي كره القدم، هذه حقيقه، هذه حقيقه. الا غنجيبوا لاعب نجيبوا كرون كاليبر، نجيب غير جوج ثلاثه اللاعبين، الا كانوا عندها 10 كل لاعب في الدوري المغربي ممتاز عنده لاعب من كرون كاليبر، غادي يكون ربح كبير للباقي المجموعه. شفتوا اللاعبين الافارقه عندهم تبارك الله ما شاء الله، تجيب لاعب جسميه كبيره وتقنيات كبيره، ولكن خصك تجيب اللي توظفوا كما قلتي عبد الحق، اللي يكون يعطي اضافه كبيره وكبيره، المستوى ديالو كبير على اللي عندهم امكانيات كبيره مستوى افريقي، كيمشيو على الاقوى في افريقيا، كيمشيو على الاقل اما لتونس ولا مصر، لان الامكانيات الماديه كبيره كبيره، سواء الاهلي الساحل الاهلي الزمالك الترجي نادي الافريقي صفاقس صفاقس، امكانيات كبيره، يمكن يمشي تم مليارون جوج ثلاثه عادي، الفرق التونسيه المصريه كتضرب ارقام كبيره. حتى الرجاء والوداد تيجيبوا لاعبين، اي بطبيعه الحال كتمشي على قد الامكانيات ديالها، انما الرجاء والوداد يمكن استثناء، كاع اللاعبين اللي مروا اجانب في الوداد وفي الرجاء 90% منهم نجحوا، لانهم لقاو ارضيه، لقاو جمهور، لقاو مسانده، تألقوا، حتى اللي ما قدرش يتألق تطلب السماح وتمشي مطاطا الراس. كثير من اللاعبين ما تألقوش في الرجاء والوداد لظروف معينه، ماشي تقليل من قيمتهم الكرويه، انما الشاذلي اللاعب التونسي قال بانه احترف تونس سنوات، ولكن احلى سنوات عمري قضيتها بمدينه الدار البيضاء، وعشق الدار البيضاء عن طريق فريق الرجاء، وكان محظوظ لعب معهم كاس العالم للانديه. هذا فقط غيض من فيض، نتابعوا المقابله الدقه 21-3-1 للواف ستاد، تغالب التاريخ وتناقش عقارب الساعه لتعود في النتيجه. مده طويله مازال في مجال كره القدم، بقى 24 دقيقه، مده طويله في مجال كره القدم اكيد. نظن الوداد الاولمبيك سافي غدا المركب الرياضي سيكون مشتعل، حتى في واتزم مع الاسف الملعب ديال واتزم يتسع 5000 متفرج، بالتاكيد غادي يتم اعطاء واحد 1000 مقعد لمنتصر الرجاء، انما الملايين ستتابع المقابله وراء الشاشه في مباراه ستكون مجنونه. هذه محاوله هدف ثاني لفريق ستاد المغربي. قلت سي محمد، قلت لك بقى 24 دقيقه، دابا كان 3-1، دابا 3-2 وبقى 23 دقيقه. هدف رائع للجناح، الجناح بطبيعه الحال هدف رفيع، هدف رفيع المستوى، المسجل واللاعب المهدي لكتيم هذا استغل الفرصه لان كانت تسديده، كلاعب احتياطي، كلاعب احتياطي هذا دخل كبديل التغييرات ديال المدرب اكيد، البلاك تورنون ديال المدرب يمكن هو هذا اللاعب، هو هذا اللاعب، هدف رائع، خمسه ديال الاهداف وشهيه اللاعبين لا تقف عند هذا، استمتعنا بخمسه ديال الاهداف ولا زال الوقت امامنا. الان ترجع لفريق ستاد الحدود ديالو، تظل قائمه على بعد 23 دقيقه من نهايه هذه المباراه. سي بن تركا، حلاوه كاس العرش تدوب في الفوارق، هنا ستاد امنين بامكاناتهم، لاعبين بدون مركب نقص، 3-2 مع الوف في مباراه مفتوحه على جميع الاحتمالات، خمسه اهداف، هناك انتظار من طرف المناصرين، بطبيعه الحال رغبه ستاد يخرج متالق في هذه المقابله امام معقبه اسمها الوف. حاجز الهدف ماشي شي حاجه كبيره، على بعد 22 دقيقه من المقابله، بطبيعه الحال كره القدم في العاصمه الرباط كانت دائما عندها نكهه خاصه، الكره في الرباط كان عندها نكهه خاصه، الجيش الملكي الفتح اليوسفيه ستاد ستاد، نضيف لايسس قمه ديال المجد ديال لايسس، ملعبها الكبير البلدي المتاخم لي الملعب القديم، ملعب بلدي المتاخم لي نار ابي رقرق، كانت مقابله تاريخيه. الان نتمنى الفرق الجيش الملكي مدربه المقتدر محمد فاخر المدرب المغربي الاكثر تتويج يرجع للسكه الصحيحه
تيبلوكاب لانه الان باش ترتب امور فريق يلزم بعض الوقت. فخير الان التزم مع الفريق بعقده اهداف بدايه يمكن غير مشجعه، ولكن انا واثق بانه المكون الفريق الجيش الملكي وجوده اللاعبين والطاقم التقني الجيش الملكي بمؤازره المناصر غيرجع للسكه الصحيحه. هذه محاولة فريق الصاد المغربي تتمغل تدخل المدافع، اصرار غريب ينتهي اللاعبين فريق الصاد المغربي الان انتعاش الصاديه. قلت محمد فاخر يبقى من واحد من كبار المدربين في المغرب طبيعة الحال، يمكن نتائج الآن ولكن محمد فاخر تبقى هادئ الآن كاين زوبعة، ولكن لأن فريق كبير فريق الشمال، ولكن أكيد هدوء هدوء الكبار ستمر العاصفة وسيعود فريق الشمال إلى سكته الحقيقة. كرة لستاد سطوط وحولوا يضيع الذي لا يضيع. الظهير الأيمن ضغط رهيب لفريق الشمال في الأثناء، يمكن الحل يجيب كرة ثابتة، الحكم يقول ضربة مرمى، ارتباك في الأثناء لفريق الواف. حتى اللاعب كتامي المهدي اللي دخل عطى انتعاشة جديدة، ضخ دماء جديدة في صفوف فريق ستاد المغرب. هي النتائج ديال الجيش الملكي طرحت أكثر من علامة استفهام. عادي أنا كنهضر بداية عادية، لأنه الآن لما يجي مدرب كتغير أشياء عادية، يجيب لاعبين جداد، يمشيو لاعبين قدامى، يلزموا شوية الوقت باش يعمل الدورة الثالثة، باش يوجد الوسط. الفرق كبيرة دائما تعيش تحت الضغط، فرق كبير المدرب فاخر باش رجع للجيش الملكي عرف علاش رجع. مورينيو مع مانشستر يونايتد الان يعاني، ولكن خلينو يخدم عنده المقفله ماشي رهيب اكثر من رهيب. مع ذلك كلام عن المان يونايتد مخلين الرجل يشتغل بصمت وقد يرحل في نهايه الموسم، انما الان لا اعتقد، الان لا اعتقد انه بعض الاقوال تقول زين الدين زيدان قد يكون هو الخلف، ولكن هذا حديث الشارع ليس الا كره لستاد. تدخل الدفاع الفاسي، ضغط رهيب في هذه الاثناء، ضغط وبوسيسيون بار كبيره عند فريق لستاد المغربي. لستاد عملت واحد اثنين اسلوب سلس، مشى نمادان كوندو كوندو طرق رفيعه باش مرر، مشى المدافع خرج الحارس، اصبح ليبيرو. هذه تدخل ضمن مهام الحراس المعاصرين، الحارس ولا عنده دور ديال ليبيرو. ماذا ترى؟ تلعب يلعبوا بالنار. كالبيو نافو الحارس العسري ايوب، هل هي قله التجربه؟ شفنا حراس تيغامرو على مستوى كبير عبد الحق، لا دابا كره القدم على المستوى العالمي هناك مدربين كيبنيو خططهم الخطط التقنيه حسب الامكانيات التقنيه للحارس، ماشي في الالتقاط، في ممارسه الكره بالرجل. اكيد هذا الحارس ديال برشلونه، الحارس الالماني اللي يلعب بامكانيات كبيره ولو كنت سلاسه ولو كنت زاحف على فريق برشلونه. نيوير حارس الاسطوري ديال البايرن يلعب بامكانيات كورتوا، الحراس الكبار كيبنيو عليهم المدربين تكتيك هادئ ولو كنت ضغط في خط المرمى ديال المعقلين. هنا كيصبح هو حارس وليبير فرود الان على الحارس، كاين الحراس كيلعبوا جديده، كاين الحراس كيلعبوا بالرجل باليد مستوى عالي ولكن ضعاف في الرجل، كاين الحراس كيمشوا ما بين الخاصيتين وهم قله على المستوى العالي. حتى كره القدم المغربيه مروا حراس، مروا حراس حتى على مدينه فاس، فاس خصوص المدرسه المتخصصه في انجاب الحراس. كتامي حارس سيرك ديال مصر هو الذي وراء اكتشاف عشرات الحراس، لا يعمرون طويلا في فاس سنه سنتين ويعرجون ويحلقون عاليا في فضاءات اخرى. بالمناسبه نذكر الحارس الحالي فريق الجيش الملكي اميل برقادي صاحب دمات اخلاق اللي مشى مع الفريق الوطني الناس نهائي كاس العالم للشبان بهولندا في 2005. كان انا ذاك المدرب، المدرب انا ذاك هو المدير التقني الحالي في فريق الرجاء طبيعة الحال فتحي جمال، فتحي جمال. ولكن مؤسف اذا استثنيت واحد 3 و4 اللاعبين اللي باقيين كيوصلوا الان، كثير منهم في 2007 2008 انتهى امده الرياضي. حول الفريق سطوط ابعاد الكره حول التماس على اي ضغط قوي في الاثناء لفريق حاول فريق سطوط. كان انا ذاك جيل اللي باش تلعب كاس العالم سي محمد نصف نهائي، ومن بعد ذلك بسنتين او ثلاثه 80% تلك التشكيله توقفت على ممارسه كره القدم. هنا غياب تاطير حتى يجور لما مشى لكاس العالم 2005 مشى الفرق مغمور في سويسرا،
في خطوه لم تكن محسوبه الخطوات. احتراف من اجل الاحتراف او ما يسمى بالاحتراف سويسرا، لان الدوري ديالها دوري ضعيف اوروبيا. يلزم الكوتشين، الكره القدم المغربيه يلزم الشخص كيقوم بالكوتشين كيوجه اللاعبين في الدراسه في حياتهم الخاصه، هو الكرت مخارطه الطريق. لاعب يمشي اللي تيكون في الوضع الاجتماعي كيكون متدني الكره كتشتغل الافاق، كان ما بين سنه سنتين ببعض المداخل كيغلط في نفسه تيصبح يغرد خارج السرب، بعد ذلك تكون نهايته قبل الاول. الكوندو رفيع، الكوندو لاعب مهم مهم في خط الوسط، لاعب التوازنات، الهدوء الكبير، فارق الهدف. هل يدوب مجرد تساؤل؟ هل يدوب مجرد تساؤل؟ اكثر الفرق تعز اللاعب سليم، لاعب وسط ميدان فريق استاد المغربي، تمريره في العمق من اكثر الفرق الزاويه، من اكثر الفرق المغربيه تتويج بكاس العرش، فرق جيش الملكي، الوداد، والرجاء، صحاب الرياده والمولوديه الوجديه والكوكب، ونضيف حتى المغرب الفاسي. تابعوا هذه الركنيه لفريق استاد المغربي، الكره الثابته تحمل بين طياتها الخطورة على مرمى حراس الحراس. توفيق المسكيني، شاف الزاوية. يضيع الذي لا يضيع، يضيع الذي لا يضيع. قلت على أنه الكرة ثابتة تحمل الخطورة. عندي واحد تساؤل أسي محمد، في بنك بدلاء فريق الوف هناك لاعب معروف، لاعب مع الفريق الوطني، كان في ضمن هذا الجيل 2005، العمر كيتعلق بعبد السلام بن جلون، جمل الكوكب، الآن واقف بنك البدلاء. أدري ماذا يقول القانون في هذا في هذا في هذا في هذا في هذه الحالة، لموسم واحد في منافسة واحدة. على أي هو الآن المؤكد هو أنه عبد السلام بن جلون في بنك بدلاء فريق الوف، هو في كنقول في آخر مشواره الرياضي، 34 سنة و 33 سنة، لاعب خلوق، مر من تجارب، لعب خارج الديار، هذه الأندية الوطنية عطى اللي يمكن يعطيه الان. بس الان هو بكل تواضع، كل تجربه كبيره اللي اختمر قريب من المدرب حسن اغري، يمكن يدخلوا باي لحظه يكون ورقه رابحه للفريق. على اي وحنا كنشاهدوا الاهداف الجميله في هذه المقابله، نرضي بمهود كما عيتوا دائما، كما عيتوا دائما الزملاء الصحفيين المصورين الذين يشتغلون في صمت، رجال الخفاء طبيعه الحال. اذا كان التلفزيون هو اقوى جهاز اعلامي، فحتى العدسات المصورين يعني تلتقط الذي التقط، خصوصا من طرف المصورين المجربين. الصوره تختزل، يمكن صوره واحده تختزل المقابله باكملها. بالمناسبه كيحضر في الملعب كما عيتوا منذ عقود منذ سنوات زميلي عبد القادر بالمكي، الى جانب المخضرم الاخر والرائع الاخر الشرقاوي، هذو ضمن المخضرمين والجدد بطبيعه الحال، تتعاقب الاجيال وال جمال الصورة هي فتحية لهم على ما يبدو من مجهودات. أمامك على الصورة بالمكي الشرقاوي وباقي الزملاء بتنظيم رائع يساعدون ويساهمون في تنظيم مباريات كرة القدم. لا شيء أصبح بالصدفة في الدوري المغربي كرة القدم. مشكور زميلي نور ديبا مها وباقي الزملاء باحترافية عالية، أكيد يتابع كل كبيرة وصغيرة. ولكن حببنا الدوري المغربي لكرة القدم، الجمهور المغربي، ففضل هاد الجنود كيشتغلوا بكل أريحية، كما نجحوا الشام، نجحوا لقاءات كبيرة للفريق الوطني. أكيد أن الشركة الوطنية وتدارس كبيرة في الملاكمة، في التينيس، في الكورة، نقل ثمان مباريات ديال البطولة في سابقة في الوطن العربي. ليس بالسهل عبد الحق، نقل الدورة الأخيرة الموسم الماضي من الدوري المغربي لكرة القدم في ثمانية لقاءات، رقم غير مسبوق في نفس التوقيت، غير مسبوق في الوطن العربي وفي القارة الإفريقية. هذا طبيعة الحال يخلي الإنسان يشتغل بواحد الهدوء وبواحد الاطمئنان، وكل واحد من موقعه لنوصل المنتوج الرياضي كرة القدم وغيرها من الرياضات. كما كنت في هذا الأثناء زميلي حسن الحريري
وزميلي محمد امين الاخر محمد امين النوري وباقي الزملاء التقنيين بتطوان لنقل منافسات الجائزه الكبرى الفروسيه. كره الفريق استعدى المغربي. اخطا الوجهه اخطا الوجهه. الوقت يسحب بسرعه امام الاستاد 13 دقيقه كيكا. 13 دقيقه في كره القدم سي محمد مده طويله اكيد لا ثقه في كره القدم. مجهود كبير لفريق ستار في الجوله الثانيه. ذوبوا الفريق ذوبوا الفريق ودخلوا شويه ديال الشك الفريق وداد فاس. دابا الواف استراتيجيه المدرب غادي يبغي يقفل المقابله ما غيجازفش غادي يحاول يحافظ على النتيجه طبيعه الحال. غادي يكون يمكن يلعب على لي كونتر ولكن لا اظن ذلك تغييرات غادي يعزز الجانب الدفاعي خروج متالق المهاجم عز الدين بلا دخول بن جلون خروج مهاجم دخول مهاجم غيبقى بمنظومه اللعب المنظومه التكتيكيه اللي غادي يلعب بن جلون سيدخل الان المخضرم. هذا يعطي الاعتبار بانه ما عندوش نوايا دفاعيه شوف دار واحد 14 سنه ورجع للفريق اللي بدا معنا هو وداد فاس. ابن البار لا ينسى اسرته ابدا. هكذا تقول الاعراف ارتقاء هنا وهناك. انما المقابله فيها نديه فيها جانب بدني ولكن فيهاش خشونه حتى فريق ستاد استفاق خلال الجوله الثانيه. لا الجوله الثانيه يمكن نقول متكافئه هي فارق الهدف انما عطاء متكافئ. الشوط الاول الافضل كان افضل الفريق وداد فاس. كره فاسيه بتجلو تبادل الكره ديالو تريونغ مشان كوندو في ممر ايسر الاسبقيه للاعب فريق ستاد وايوب العسري وبعيد الكره. لا تنسى حارس عرين ستاد المغربي لا تنسى الضغط الان قوي على اللاعبين خصوصا على لاعبي فريق ستاد. تفكروا في الوقت وفي تعديل النتيجه. ستيتو عميد الفريق طويله واقف اللاعب لاعبي فريق الوداد الرياضي عبر التاريخ سي محمد كانت مفاجات كثيره في كاس العرش وتظن في الثمانينات قصاد فريق الرجاء في الدار البيضاء. سريع واتزم اقصى فريق الرجاء كان يلعب في قسم الاول فريق الرجاء من الموس جرون كاليبر دفاعي سبع خلق الحدث في كاس العرش. النهضه القنيطريه خلقت حدث في كاس العرش. هنا الحلاوه ديال هذه المنافسه هي ارقى منافسه كرويه وطنيه. استحضر فريق من الدار البيضاء امجاد المدينه او مجد المدينه طبيعه الحال وصل النهائي. كوندو يسدد الاعتمرار تسديده دريبلا فريق باكمله دريبلا واحد خمسه ديال اللاعبين. هذا كوندو قلت ربح كبير لاعب كاميروني 20 سنه كيلعب مع المنتخب الكاميروني ديال المحليين مؤخرا اللي كان بمدينه الدار البيضاء. هذا لاعب في القسم الثاني بهذا المستوى هو ربح كبير لفريق الله. يمكن تحطوا هذا تنزلوا دابا في القسم الوطني الاول يلعب بالفرق المتوسطه أكيد. يلعب ولا استانس يدير المكانه ديالو سنتين يمكن يرتقي في العطاء. كيفكرني كثير في بداية الاولى ديال مابيدي مع فريق الرجاء البيضاوي. مابيدي رايك في سريع واتزم الرجاء في المباراه؟ ستكون مباراه رهيبه. المدرب مصطفى خصوصا في الملعب ديالو المدرب مصطفى امام كاريدو مباراه رهيبه. الجمهور واتزم علقت مقابلتين في واتزم. المقابله الاولى اللي في الموسم الماضي كانت واتزم مع حزات اكادير 7200 وكانت بدايه افتتاح الملعب مدرجات والاناره. صراحه راقتني مدينه واتزم الجمهور في الملعب وخارج المدينه. مدينه صغيره انما كل مكونات من تطبق على 7200 قد مباراه كبيره. لمست في قسمات وجوه الواتزميين انهم فخورون بالفريق. غدا امام الرجاء غيكون عرس كروي. تاكد بانه عرس كروي تكون مباراه كبيره وكان الملعب كيتسع ل 20 ولا 30 الف متفرج. على اي هذا يجعل الفريق الى استمت وبقى في القسم الاول سنتين ثلاثه انا مأكد بانه غيزيد توسيعه الملعب البلدي انه المدينه تكبر مع الايام وطموح الفريق تكبر مع الايام. وفريق عارف تاسف 28 واتزم اكيد سريع واتزم. علاش سموه سريع واتزم؟ لانه كان رابيد في النمساوي جا في 20 القرن الماضي وقام بمقابله وديه في المنطقه وسمي الفريق على الفريق النمساوي وبقى الاسم عنده رابيد سريع عوض سريع رابيد فيان النمساوي سريع واتزم المغربي.
ليش تسمى مدينة باريس الصغيرة؟ فيما مضى. فيما مضى. كما كانت تسمى مدينة الزهور. مدينة الزهور. قبل الحمدية. تي باريس كانت تسمى على مدينة مكناس. مكناس. الجديدة. على أي هذا نمشي في التاريخ، نمزج بين الحاضر والماضي، بنجلو الكونترول، محاولة الاختراق، تجربة حاضرة، ماذا سيضيف هذا؟ 10 دقائق نتبقى مع المقابلة مباشرة مباشرة خارج الإطار. خارج الإطار 7 دقائق. نزل إيقاع المقابلة. نزل إيقاع المقابلة. كنت ننتظر ردة فعل أقوى من فريق ستاد المغربي، ولكن كما قلت يا عبد الحق نزل المستوى ديال المباراة. يمكن فريق وداد فاس يلعب بتجربة، نوم المباراة دي تسديدو. غريب الأطوار هذا الحارس. حارس. أعتقد بأنه غادي يعمل أمور. يمكن يعمل شاب. يمكن يعمل أمورتي بالصدر، ما عرفتش شنو بغا يعمل. شوف ما غيلتقش كرة بصدره. مشى بصدره. بعد ضرباته اللي اصطدمت بالوجه بالدقن على عين غلطته وخرجت للزاويه. عدم تم موضوع جيد على عين هذه فوت تقع حتى الكاميرا خلاص. الكره مشات ليفت يعني مشات ملولبه، ولكن كنت تعامل معها بجديه. الجديه غتكون غير تقطع بسهوله كبيره على عين الزاويه. الفريق الوداد الرياضي كوندو تستود وابعد الكره طرف المدافع محمد امين زرقو قلب دفاع فريق ستاد المغرب. استغلت الدقائق الاخيره وتمكن عمر هذه المقابله. ونذكر ان الفريق الوطني غيدخل ابتداء من الغد في معسكر تدريبي استعدادا لمباراه جزر القمر. طبيعة الحال فريق وطني اللاعبون يدخلوا الأرض الوطن تباعا غدا بعد غدين. التجمع سيكون بلدية بوزنيقة والتدريب في ملحق المجمع الرياضي أمير المنعدية في الرباط. ما كاين شيء جديد. سمير غياب بن عطية ربما لأخذ مكانته ضمن كبار فريق جيفونتوس. طبيعة الحال فريق الوطني كيناقش هذا الإحصائيات بهدوء كبير بعدما أكرمه وفادة المراوي. ربما سيتكرر نفس السيناريو امام جزر القمر. جزر القمر اللي حرج ميدانه وحرج منتخب الكاميرون بواحد. الجديد هو استخدام نصير المزراوي الظهير الايمن المتعلق بالفرقه جاك يسجل هدف رائع داخل مرمى بايرن نيويورك في عصبه الابطال الافريقيه مؤخرا يوم الاربعاء الماضي. تالق هو وزميله زياس جياس حكيم. تعلق كبير للاعبين المغاربه في الدوريات الاوروبيه. المتعلق الاخر المنادى عليه والجديد هو المهدي بوزريعه او بوربيعه لكن فريق ساسولو الايطالي. ساسولو الايطالي هذا ذلك باقي اللاعبين نفس الاسماء. اربعه المحليين تاكناوتي والسعيدي والحداد من الوداد والحافظي من الرجاء. جميل انه يستدعي بعض اللاعبين لان لمسوا حارس المرمى. هناك تالق محمدي وبونو متالقين. متالقين ملاعبين بجوج عندهم تنافسيه. الاخر في القسم الثاني والاخر في القسم الاول قدم مواصلات كبيره لبونو مع فريق خطافي في الدوري الاسباني. يمكن التساؤل كبير هو غياب الزهر نبيل الزهر اللي مقدم مستويات كبيره الموسم الماضي. وهذا الموسم سجل على كبار الحراس الاسبانيين. هذه اختيارات المدرب ما نقول جزئيات انما الكثير من الناس يتساءلون عن عدم جدوى استخدام النجم نبيل الزهر في الوقت اللي بوصفه رجل التوازنات حتى الان بدون فريق. يمكن بعض الاخبار تقول قد يلتحق بالدوري الاماراتي كما الايام القادمه ستظهر ذلك. ينادي عليه من جديد المدرب ربما ولم يجد له بديلا حتى الان لما قدم مستويات كبيره للفريق الوطني. الوقت يمر عبد الحق نقترب من نهايه المقابله اكيد. وفريق وداد فاس يمكن غادي يكون اول المؤهلين لدور نصف النهائي للمربع الذهبي في انتظار من سينتصر في مباراة سريع واتزم والرجاء البيضاوي. نذكر فقط المدرب الوطني هيرفيرون كيعتمد كثير على مواطنه سيدريك طافارينو المكلف بتحليل ايقاعات خصوم الاوس. كرة القدم اصبحت مجزأة كل واحد عنده دور اصبحت تمارس بطرق علميه. طبيعة الحال لا شيء يترك للصدفه. الصدفه هي ليست علم صحيح 100%. الهامش خطا وارد ولكن ضئيل 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 جدا. ادق الجزئيات تقريبا مقابله اثناء العقيب. كره للصاد
هل يبتسم الحال في الثواني الاخيره؟ ارتقاء تشطيب عشرات اللاعبين فاسيين امام مرمى حارسهم المتالق بن جلون ينطلق، بن جلون ينطلق مشى تدخل لاعب الوسط فاضل سليم ذو العشرين رابعا فتح كرة القدم البنينية تربح الوقت فريق طبيعي فاس يلعب بهدوء عامل تجربة حاضر يمكن حتى لاعبو فريق ستاد ما نقولش ديم ولكن خانتهم تجربة أكيد ولكن لعبوا بحس عالي لعبوا بطموح ولكن مشروع فريق جاي اي بطبيعة لازم الشغل الشغل محاولو لازم الشغل باش تصنع فريق لازمك الوقت باش تصنع فريق لازمك الوقت غنقولها في آخر ثواني هذه المقابلة نداءي لكل العاشق فريق ستاد قدامى والجدد يمدوا يد العون لهذا الفريق ماشي تمديا حضور معنوي فريق عنده امكانات امكانات مهمه ولكن لازم الجمهور يكون اكثر يكون افضل الى شفت اليوم عشرات الوجوه قديمه اكيد المئات ولا نقول الالاف في المعاقل الاسطوريه للفريق كما ذكرت بيعقوب منصور وبالعكاري وبالمحيط ودور الجماع كيتابعوا المقابله على الشاشه يعني رغبتي كبيره يرجعوا للملعب باش يستندوا فريقهم يمكن نشوفوا ستاد غدا وبعد غادين في القسم الثاني يطلع القسم المهم بطوله حسين مستحيل ما كاينش كره القدم هو السنه اكيد انه المسيرين تلعبوا على ان الفريق صعد لانه كانوا سنتين على مرمى حجر من صعود الثالثه غتكون ثابته الوطني الثاني الثالثه يمكن تكون ثابته كره لستاد كونتر اتاك سريع 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 اللاعب مشى اللاعب اشرف سريع هذا المهاجم خلق متاعب كبيره باسلوب سلس مستخلص من طرف سليم تمشي لعند بن جلون كونترول نزل كورتو عملت واحد اثنين رفيعه 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 بن جلون والحارس يضيع الذي لا يضيع هنا غير تنافسيه لبن جلون ما لعبش لقاءات كثيره ومده طويله مشى بخطوات متثقله متثقله يضيع الذي لا يضيع كل سجل كان يقتل المقابله كان يقتل المقابله اخر طموحات الستاد تمشي الكونتر اتاك فاصله طرف الوسط يغير الوجه كليا تمشي عند الجناح الايسر تتعالى الصيحات مشى ينطلق ما كاينش خطا ما كاينش ليس الخطا مشى الكره بن جلون ينطلق بن جلون فراغ مهويل هل يكون هدف الرابع ويل تنهي المقابله كره فاسيه و لا طمع فيها غريبه طمع كان يمد الزميل ديالو اشرف زغيول اللي كان في مكان مناسب فضل الزاويه المستحيله بريمي بوطو بكين الحارس هو فضل هنا بغى يتخلص من الكره باقصى سرعه بغى يسجل هاد الكره ما كطيحش كتعطيه باس عرضي لزميل غيسجل هدف تعطيه باس عرضي غيسجل كتعطي المقابله على اي يمشي فريق ستاد يسجل هدف تعادل كل شيء وارد كره القدم كره لستاد ستاديو مرير فرج الحارس يلتقي الحارس يلتقي حمزه حمياني في الوقت المناسب فرحه عارمه لمناصري الوطن اكيد خلقوا الحدث ملعب سود على قلتهم تقريبا واحد 200 مناصر انما كثير من الجمهور المعروف ديال الوف وراء مرمى الحارسي من الان كنعرف كثير من الوجوه منهم كوادر ومسؤولين تتابعوا المقابله بهدوء بعيدا عن جيل الشباب اللي خلق صانع الحدث الان ورانا في هذه المنصه المغطاه بملعب محمد شهود هنا بالعاصمة الرباط بطبيعة الحال الشيء اللي تحت التالية بالحق أرضية الملعب الآن بدات العوارض غتبدا غتكون مقابلة أخرى في مستودعات مع المدلك ومع طبيب فريق أكيد صراحة نقول ونكررها اللعب والإصابات على مستوى الكاحل العشب الاصطناعي يسيء لكرة القدم فرجة وأداء خلي المتاعب اللعب هذا شيء آخر حتى أنت الفرجة خصك عندك 10 ديال اللاعبين من مستوى عالي تقني باش تلعب في الملعب بهذا الشكل لان الكره الا نطت امامك ما مشيتش لا في التايمين صحيح تنط تمشي لاماكن اخر تخلق لك متاعب كبيره فشتان بين عشب طبيعي وعشب اصطناعي صراحه العشب الاصطناعي كان هو بان على كره القدم المغربيه هذا نقولها بكل صدق انا صراحه خمسه دقائق توقيت مهم في مباراه في كره القدم اكيد ينزل الفريق خطر كل تقلب في الاثناء كل الثقل غادي ينزل فريق ستاد اللي ربما يعني هذا حلم مشروع
كل فريق يحلم بالتأهل. المقابلة لم تنتهي إلى ما استطر النهائي. رمية شرط لفريق صطاد، رمية شرط لفريق صطاد. هناك ضغط الآن، إرسال يمشي عبر الأطراف، يمرر العرضية رفيعة رفيعة. جميلة الدوزيام بوطون، جميلة. أسلوب إنجليزي، طريقة إنجليزية في الأداء، هذه تعليمات من المدرب، لأن صعب على الصطاد يخترق خط وسط الميدان. وهذا النهج التكتيكي اللي فرضوا فريق الوداد الرياضي الفاسي. فريق الواف الشهير بلونيه الابيض والاسود. اكيد النتيجه اليوم الى تاهل فريق الوداد الرياضي الفاسي يعطيه معنويات في بطوله القسم الوطني الثاني. طبيعه الحال يمكن الفريق نضل الى مشى للدومي فينال، غادي يكون حلمه الكبير يفكر في الفينال قبل أكيد. ما يفكر انه يفكر يمشي النهائي، تكون سابقه في تاريخه الرياضي، ومن بعد ذلك لكل حديث حديث. صعبه صعبه. من اصعب اللحظات شي الاسلوب باش كيمروا الكره الجانبيه بالطريقه الانجليزيه، يمكن تجيب هدف بهذه الطريقه. ارتباك للحارس وللدفاع الفاسي، ارتباك للدفاع والحارس الفاسي. قلت الى مشاو تاهلوا الناس غادي يناقشوا مرحله بمرحله، ومن بعد ذلك لكل المحطه الرياضيه عندها حيثياتها. كره للصطاد، ابعاد للخط الامامي، تدخل كوندو، تمشي لرميه الشرط. ارتباك كبير في هذه الاخيره. فريق صطاد نازل بالتكل ديالو، ما عنده ما يخسر. حسيت ان هزم صطاد غيخرج من لاكرون بون صراحه. قدم مباراه طيبه، قدم مباراه طيبه وفاق طاقته كلا تلام. الكوندو في كل مكان، الكوندو في كل مكان، اللاعب الكاميروني في كل مكان في هذا المقابله. قدم مجهود كبير على المستوى البدني والتقني وحتى التكتيكي في خط الوسط. خطا خطا تكون صعيبه. ضربه خطا، الكره ثابته، كره المقابله، كره المقابله. كم امكان فريق صطاد عد الكفاف اكثر مناسبه. اكيد الشوط الثاني مميز لفريق صطاد المغربي. تابعوا سويا ضربه خطا، هل ستحمل معها من جديد؟ ضربة خطأ للصطاد في التنفيذ، كل لاعبي الفاسي على مرمى الحارس. كرة صعبة 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 صعبة. يمر من جديد، كونتر اتاك للواف، يمكن يعمقوا الجرح. بن جلون بطاء، تبطأ كثير، تبطأ كثير بن جلون. غادي يقلب على خطأ أكثر ما يقلب على شيء آخر. دونك دوك غياب تنافسية يظهر ذلك من خلال تتاقل خطواته. مشى بواحد طريقات طريقة ثقيلة باش مشى في الكونتر، يلزمو عمل كبير باش يرجع في الفورما. الحكام يعطي الامتياز لفريق الصطاد من جديد. آخر فترة هذه المقابلة، إعادة تماس. مباراة يمكن نقول مشوقة مثيرة، خمسة أهداف يمكن نقول وفت بالوعد، وفت بالوعد وأهدتنا هذا فريق من القسم هو تقدم هذه المباراة بهذا الشكل. ما نطلبوش منه أكثر أكثر صراحة. وفي لحظات كثيرة، وفي لحظات كثيرة ما نسناش الفرق بينه وبين فريق الواف كانتماء في القسم الاول والقسم الثاني. لا خوف على الصطاد، لا خوف على الصطاد، والواف قادمه بقوه لتقول كلمتها بطوله الموسم. نسميو الاشياء بمسمياتها بدون زياده. او جميع اللاعبين كره المباراه. بالدو ماتش في حاله اللي سجل الصطاد انشو الشوطين الاضافيين. بطبيعه الحال الكره الثابته فارق صدر خطير، وحتى في التمرير الجانبي خطير، حتى في الشوط الثاني بان بالامكانات ديالو. كان امكان، كانت رسومات تكتيكيه، كان تنويع اسلوب اللعب، كانت اشياء جميله على نقيض صراحه. فارق في الهوات يقدم هذا المستوى، انا كنرفع له القبعه كامله. كره للصطاد، كل واف امام الحارس المتالق الذي انقذ مرمى في اكثر من مناسبه. ارسال في العمق، ارسال زاويه للدخل، والمدافع رقم 15 درش الجبلي. اخر اخر امل لفريق صطاد، اخر امل لفريق صطاد. لا 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 كريم ستيتو العميد، ضغط قوي لفريق صطاد في الجوله الثانيه. اخر فتره المقابله، الكل يتفاعل مع المباراه. ارسال جميله جميله. لا لا زاويه اخرى. التشويق والاثاره في هذه الدقائق. ثلاثه لاعبين فاسيين يتهاون في المعترك.
حارس، ثلاثة اللاعبين واحد مصطاد هو الحارس الفاسي وزميله، ثلاثة لاعبين. أكيد كانت مباراة مشوقة. الآية الآية بدأ يدب لله هنا، يكون واحد تشنجات عضلية طبيعة الحال، عياء كبير والعياء الكبير ولا يكون بعد المقابل أكيد بعد الاستحمام، يكون ليلة طويلة اللاعبين لكلا الطرفين طبيعة الحال عياء كبير، لأن العشب الصناعي صراحة غير منصف للاعبين. نرفع القبعة على الفريق اللاعبي فريق ستاد المنتمي لقسم الهوات بهذه الطريقة باش يلعب فريق الوداد الفاسي أكيد في القسم الوطني الثاني، لأن الواف في الجولة الثانية استشعر خطورة ستاد ولعب باقتصاد، لعب باقتصاد ما بغاش يجري إيقاع ديال ستاد، كون مشى معاه في إيقاعه كان يمكن تكون نتيجة أخرى غير التي الآن مسجلة وهي 3-2. آخر فرصة في المقابلة، آخر فرصة في المقابلة لفريق ستاد المغربي. ستاد من زاوية يمكن الحل يجي كرة ثابتة، هذا مجرد تساؤل. ضاف الحكم 5 دقائق وهناك الحارس الآن سقط، حارس فريق حمزة حمياني. أي أي أي. الورقة الحمراء، الورقة الحمراء للاعب محمد أمين زرقو، ما عرفت أنا علاش هنا هذا التصرف أقل ما أقول عنه فيه رعونة. محمد أدري أمين زرقو لوحده يد ضرب هذا قرار طائشة في طريقة فرعونة كبيرة، ضيع على فريقه، خذ ورقة حمراء مجانية، سلوك بهذا الشكل مرفوض كرة القدم. صحيح هناك ضغط على اللاعبين باش تحرم فريقك ولو تبقى 30 ثانية، سلوك بهذا الشكل مرفوض ما يديك أكيد مرفوض، ونظن مسؤولية فريق ستاد ما يخليش نقطة تمر جانبا، يحرم الفريق ديالو وعد ونقص عددي كانت محاولة وهي كانت آخر محاولة وفرحة مستحقة للاعبي وأنصار فريق الوداد الرياضي الفاسي. كريم عبد الحق نهاية المقابلة، فوز يمكن نقول منطقي مستحق للواف. الواف تصعد لمربع الأقوياء أمام مباراة كبيرة في دور النصف، يمكن الفوز يعيد الروح لفريق الوفد، وهذا الفوز غيشعل فتيل المنافسة في فاس مع الماس في الدوري الوطني كرة القدم القسم الثاني. مئات من المناصرين أمامكم في لحظة انتشاء، من حق من يسرحوا بفريقهم هذا الذي التفت حوله كل فعالية مدينة فاس. هزيمة ستاد لا تقلل من قيمته في شيء أكيد. فريق فاتي طموح، لعب بدون مركب نقص، مستقبل واعد ينتظره فعالية هذا الفريق العريق الذي أتمنى له أن يعود أولاً. أن يعود بسرعة كبيرة للصف الثاني، ريتما يستجمع قوى ويعود ضمن الأقوياء داخل خريطة كرة القدم المغربية. أحييك زميلي محمد بن تركة الذي رافقتني على امتداد هذه المقابلة، أتمنى بأن نكون قد كنا محايدين، كنا في الوسط للفريقين. تحية نقول لكم من زميلي نور الدين بن مهود باقي التقنين، باقي فرجة ممتعة الأولى، أتمنى لكم إلى اللقاء.